بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. معكم مستر محمد السيد السلموني، أهلا ومرحبا بكم على قناة STC سلموني تريدينج شانل. النهاردة إن شاء الله سوف نلتقي مع المستوى الأول من كورس التحليل الفني باستخدام نماذج الشموع اليابانية. هذا الكورس مقسم إلى 3 أقسام: المستوى الأول للمبتدئين ويشمل المحاضرات من 1 إلى 19، المستوى الثاني ويشمل المحاضرات مجمعة من 20 إلى 41، المستوى الثالث وهو كيفية استخدام نماذج الشموع اليابانية مع غيرها من المؤشرات الأخرى مثل الدعوم والمقاومات وخطوط الترند والكسور الكاذبة إلى غير ذلك. المستوى الرابع سنختم هذا الكورس إن شاء الله من خلال تداولات لايف خاصة بالقناة على حساب حقيقي لمعرفة كيف نطبق ما تعلمناه نظريا على الشارت عمليا في الأسواق. والآن مع المحاضرة الأولى من هذا الكورس، عنوان المحاضرة: الدوجي في 10 معادلات رياضية. دوجي كاندلستيك في صورة 10 معادلات رياضية. والمعادلة الرياضية هي علاقة بين طرفين لمتغيرات يفصل بينها علامة يساوي، فمثلا 3+2=5، يعني 3+2=5. المعادلة الأولى 4 برايس دوجي، دوجي الأربع متساويات، شمعة واحدة فيها سعر الفتح يساوي سعر الغلق يساوي أعلى سعر يساوي أدنى سعر. المعادلة الثانية دراجون فلاي دوجي، شمعة الدبور الطائر، دوجي ثلاثي المتساويات، شمعة واحدة فيها سعر الفتح يساوي أعلى سعر يساوي سعر الغلق، وتكون على شكل حرف تي. المعادلة الثالثة في حالة الأب ترند، هذا النموذج عبارة عن اتجاه سابق كان صاعد، شمعة خضراء زائد شمعة دوجي يساوي هبوط شمعة حمراء، ويسمى هذا النموذج إيفنينج دوجي ستار، شمعة دوجي المساء. المعادلة الرابعة في حالة الداون ترند، هذا النموذج عبارة عن اتجاه سابق كان هابط، شمعة حمراء أو شموع حمراء زائد شمعة دوجي يساوي صعود شموع خضراء، ويسمى هذا النموذج مورنينج دوجي ستار، نجمة دوجي الصباح. المعادلة رقم 5 نجمة الصباح مورنينج ستار، شمعة طويلة حمراء زائد شمعة خضراء متوسطة زائد شمعة خضراء طويلة نسبيا تساوي صعود شموع خضراء نظرا لدخول المشترين اللي هم البولش. المعادلة رقم 6 نجمة المساء إيفنينج ستار، هذا النموذج مكون من 3 شمعات، الأولى خضراء طويلة زائد الثانية خضراء متوسطة زائد الثالثة حمراء طويلة نسبيا يساوي هبوط، مما يدل على تدخل البائعين اللي هم البرش. ويجب ملاحظة الفرق بين هذا النموذج ونموذج إيفنينج دوجي ستار كما في المعادلة رقم 7. المعادلة رقم 7 شمعة دوجي المساء إيفنينج دوجي ستار، ولها حالتان: الحالة الأولى 3 شموع خضراء طويلة زائد شمعة دوجي زائد شمعة حمراء يساوي هبوط. الحالة الثانية لإيفنينج دوجي ستار، شمعة واحدة خضراء كبيرة زائد شمعة دوجي زائد شمعة حمراء يساوي هبوط. ملحوظة هامة جدا، يلاحظ أننا أجرينا عملية دمج للشموع في الحالة الثانية، 3 شموع خضراء تساوي شمعة واحدة كبيرة. المعادلة رقم 8 شمعة دوجي الصباح مورنينج دوجي ستار، نموذج من 3 شمعات وله حالتان: الأولى 3 شمعات حمراء زائد دوجي زائد شمعة خضراء يساوي صعود، مما يدل على دخول المشترين اللي هم البوليش. الحالة الثانية من حالات مورنينج دوجي ستار، شمعة واحدة حمراء كبيرة زائد شمعة دوجي زائد شمعة خضراء يساوي صعود، مما يدل على دخول البوليش. ويلاحظ أننا أجرينا عملية دمج 3 شمعات حمراء تساوي شمعة واحدة حمراء كبيرة.
المعادلة رقم 9 دمج أو جمع شمعتين في شمعة واحدة أيا كان لون الشمعة. ناتج عملية الدمج يكون كالآتي: أعلى سعر في الشمعة الأولى يساوي أعلى سعر في الشمعة المدمجة، أدنى سعر في الشمعة الثانية يساوي أدنى سعر في الشمعة المدمجة، سعر الغلق في الشمعة الأولى يساوي سعر الغلق في الشمعة المدمجة، سعر الفتح في الشمعة الثانية يساوي سعر الفتح في الشمعة المدمجة. المعادلة رقم 10 دمج 3 شمعات في شمعة واحدة أيا كان لون الشمعة. كما نلاحظ في الرسم، أعلى سعر في الشمعة الأولى يساوي أعلى سعر في الشمعة المدمجة، أدنى سعر في الشمعة الثالثة يساوي أدنى سعر في الشمعة المدمجة، سعر الفتح في الشمعة الأولى يساوي سعر الفتح في الشمعة المدمجة. النهارده إن شاء الله هنتكلم عن شمعة المطرقة هامر. عندما يكون اتجاه الأسعار في هبوط، فإن هذه الشمعة تعرف باسم المطرقة، وهي تتكون من جسم صغير في الجزء العلوي من مدى الأسعار وظل سفلي طويل نسبياً. يجب أن يكون طوله، أي طول هذا الظل، يساوي على الأقل 3 أمثال ضعف طول الجسم. مع العلم أن اللون ليس له أي أهمية، أي أن لون الجسم ليس له أي أهمية، فقد يكون أخضر أو أحمر. والمطرقة إما أن تكون بلا ظل علوي أو بظل علوي ولكنه صغير جدا، وهي شمعة تنبئ بانعكاس الاتجاه، وعادة ما يعمل الظل السفلي كدعم للأسعار فيما بعد. وينقسم نموذج المطرقة إلى عدة أقسام: القسم الأول الرجل المعلق هانجينج مان أو الرجل المشنوق، وهو نمط يأخذ شكل المطرقة نفسه إلا أنه يظهر في اتجاه الأسعار الصاعد، مما يشير إلى أن الأسعار عرضة للسقوط وأن المشترين عرضة للشنق وأن السوق سيقوم بشنق المشترين. وتعزيزا لذلك يتدخل الدببة البائعين في الجلسة التالية لخفض الأسعار والقيام بالبيع، وخاصة أن الأسعار قد وصلت إلى قمتها، وكما قلنا ليس للون الجسم أي أهمية. والنوع الثاني من أنواع شمعة المطرقة هو المطرقة المقلوبة inverted hammer، وهي تتكون من جسم صغير يتدلى من خط علوي طويل، أي شمعة بجسم صغير سفلي وظل علوي طويل نسبيا طوله يساوي على الأقل ضعف طول الجسم. والمطرقة المقلوبة inverted hammer إما أن تكون بدون ظل سفلي أو بظل سفلي صغير. هذه الشمعة لها شكل النجمة الطائرة نفسه، ولكنها تظهر عندما يكون اتجاه الأسعار في نزول، ويمكن أن يكون لون جسمها أخضر أو أحمر، حيث أنها تنبئ بانعكاس الاتجاه وببدء صعود الأسعار. ويفضل أن يؤكد السوق في الجلسة التالية تدخل المشترين الثيران، ويؤكد أن حركة الأسعار صاعدة. النوع الثالث من أنواع شمعة المطرقة هو النجمة الطائرة شوتينج ستار، وهي شكل المطرقة المقلوبة نفسه، ولكنه يظهر بعد ارتفاع كبير في الأسعار، وهي تنبئ ببدء هبوط الأسعار، وعادة ما يعمل الظل العلوي كمستوى مقاومة للأسعار إذا ما عاودت الصعود إليه، حيث يكون طول الظل العلوي على الأقل يساوي 3 أضعاف طول الجسم. وهذه الشمعة في شكلها المثالي يكون هناك فجوة بينها وبين الشمعة السابقة. كيف تستخدم شمعة المطرقة وأخواتها في عملية التداول؟ في الحياة العادية كل وضعيات المطرقة تسمى مطرقة أيا كان شكلها وأيا كان وضعها. أما في عالم التحليل الفني وفي عالم الشموع اليابانية، فإن لكل وضع للمطرقة اسم معين يكون له مدلول مختلف، حيث كل وضعية تعبر عن برايس أكشن للسوق واتجاه معين للسعر. وهناك 4 أخوات للمطرقة مختلفة في الشكل ومختلفة في مفهوم التداول بها: رقم 1 هامر كاندلستيك، 2 هانجينج مان، 3 انفيرتد هامر، 4 شوتينج ستار كاندلستيك.
أولا هامر كاندل ستيك، كيف تستخدم هذه الشمعة في عملية التداول؟ أو بمعنى آخر، ما هي الشروط التي يجب توفرها حتى نتمكن من استخدام هذه الشمعة على الوجه الصحيح؟ رقم واحد، لابد أن يكون الاتجاه السابق لها هابط. تاني حاجة، لا تأتي في اتجاه صاعد. تالت حاجة، لا تأتي في اتجاه عرضي. إذا ظهرت في اتجاه آخر غير الاتجاه يكون لها اسم آخر ومعنى آخر في التداول. رقم خمسة، الاتجاه المتوقع لشمعة المطرقة نظريا بعد ظهورها هو الاتجاه الصاعد. رقم ستة، وعلى ذلك فإن شمعة المطرقة هي شمعة عاكسة للاتجاه كما هو موضح على الشارت. رقم سبعة، تزداد قوتها في عكس الاتجاه السابق لها من اتجاه هابط إلى اتجاه صاعد إذا وقعت في مستوى دعم وإذا وقعت في منطقة مقاومة. رقم 8، في هذه الحالة يكون الاتجاه المتوقع هو الصعود، وبناء عليه يتدخل المشترون اللي هم البولش البايرز بالشراء. هناك بعض الملاحظات على شمعة المطرقة هامر كاندل ستيك. رقم واحد، شمعة المطرقة يمكن أن تصبح منطقة دعم مستقبلية في حالة الرجوع إليها من جديد حيث أنها تظهر في قاع الاتجاه. رقم اثنين، على وجه العموم فإن شمعة الهامر نسبة عكس الاتجاه السابق لها أعلى بكثير من نسبة استمراريته في الهبوط. شمعة المطرقة المقلوبة Inverted Hammer Candle هي نفس شمعة المطرقة العادية لكنها معكوسة بشكل متماثل وعكسها في كل الخصائص التي قلناها، حيث رأس المطرقة لأسفل والظل هو الجزء العلوي، وهي تشير إلى إشارة صعودية محتملة كما نرى على الشارت. إذن شمعة الرجل المشنوق هانجينج مان كاندل هي بمثابة تحذير للمشترين من انعكاس هبوطي محتمل، ولا بد هنا من ظهور شموع التأكيد. طبعا شمعة الشهاب الساقط شوتينج ستار كاندل ستيك تظهر في الاتجاهات الصعودية، مما يدل على انعكاس محتمل في الاتجاه كما نرى على الشارت. ده إن شاء الله هنتعرف على طريقة التداول بشمعة البيمبار كتطبيق عملي. شمعة البيمبار تنقسم إلى أربع أنواع من الشموع، كل نوع يسمى حسب مكانه في الشارت وحسب اتجاه الذيول فيه، واتكلمنا قبل كده عن الشمعة دي في فيديو سابق يفضل الرجوع إليه. قلنا إن شمعة البيمبار تنقسم إلى أربعة أنواع: الهامر، الهانجينج مان، الشوتينج ستار، الانفيرتد هامر. وهي تتفق جميعا في الصفات الآتية: جسم الشمعة صغير، والذيل تقريبا ثلاثة أمثال طول الجسم، ولون الشمعة غير مهم. النهاردة هنبدأ بالتطبيقات العملية على شمعة البيمبار. أولا شمعة بيمبار الهامر على الشرط يكون زي ما احنا شايفين كده، تأتي في نهاية اتجاه هابط حيث تكون عاكسة للاتجاه وبقوة، لكنها تحتاج إلى مؤكد، قد يكون ذيل الشمعة السفلي، عادة ما يعمل كدعم لارتفاع الأسعار. وهي شمعة شرائية زي ما احنا شايفين كده على الشارت. في المثال اللي قدامك ده هتلاقي هنا شمعة المطرقة في نهاية اتجاه هابط، المتوقع في هذه الحالة الصعود ودخول المشترين. طبعا انت بتاخد مدة الصفقة على حسب تحليلك وعلى حسب التايم فريم اللي انت واخده واللي انت شغال عليه. هتلاقي هنا السهم الاحمر ده بيدلك على ان الاسعار في هبوط، وفي نهاية الهبوط هتلاقي شمعة البيمبار الهامر ظهرت. ممكن من بعدها تدخل صفقة شراء زي ما احنا شايفين كده في اتجاه السهم الابيض اللي ظهر قدامك ده. المثال التاني عندي هنا بيمبار الصاعد، برضو هنا على الشرط ده هتلاقي عندي هنا كذا شمعة بيمبار،
لو تلاحظ الشمعة الأولى كان لونها أخضر، جت في نهاية اتجاه هابط، بعد كده ممكن تدخل صفقة شراء بعد الشمعة اللي عليها دايرة دي، وممكن تدخل شمعة واتنين وتلاتة، ويفضل الدخول بعد شمعة التأكيد الأولى. وكمان هتلاقي شمعة بين بار هامر لونها أحمر، عشان كده بنقول إن اللون غير مهم سواء أحمر أو أخضر. كمان هتلاقي الشمعة دي زي ما احنا شايفين جت في نهاية اتجاه هابط، مما يدل على إن الأسعار سوف تصعد بعد كده، عشان كده ممكن تدخل صفقة شراء. بس الشمعة دي أقوى من الشمعة اللي قبلها، ومش محتاجة تأكيد لأنها جت عند منطقة دعم قوية وفي نهاية الاتجاه الهابط، ومن بعدها صعدت الأسعار، عشان كده ممكن تدخل صفقة شراء وانت مطمن. التالت اللي قدامي ده زي ما احنا شايفين كده على الشرط، الشمعة اللي لونها أحمر هي البنبار، حيث جاءت في نهاية اتجاه هابط، ممكن تدخل من بعدها صفقة شراء كما هو موضح على الشرط. المثال الرابع هتلاقي برضو شمعة بنبار هامر جت في نهاية اتجاه هابط، برضو ممكن تدخل صفقة شراء. على الرسم هتلاقي السهم الأبيض بيوضح عملية الهبوط للشموع الحمراء، في نهاية هذا الهبوط هتلاقي شمعة البنبار الهامر، تلاقي ظل الشمعة أو الشادو أو ذيل الشمعة، ثلاث أمثال جسم الشمعة. هذا الذيل لمس منطقة دعم قوية، من بعدها الاتجاه اتعكس وتدخل المشترين بالشراء، عشان كده ممكن تدخل معاهم صفقة شراء ناجحة بإذن الله. ثانيا شمعة البنبار هانجينج مان، أي الرجل المعلق أو الرجل المشلوق، هتلاقي على الشرط شمعة بيعية. الشمعة دي جت في نهاية ارتفاع صاعد، حيث الاتجاه يعبر عنه السهم رقم واحد والشمعة رقم اتنين في قمة الاتجاه الصاعد. جسم الشمعة صغير والذيل رقم ثلاثة طويل حوالي ثلاثة أمثال جسم الشمعة. ممكن بعد الشمعة دي تدخل صفقة بيع شمعة أو اتنين زي ما انتوا شايفين كده في الشموع رقم ثلاثة وخمسة، حيث يكون الاتجاه هابطا. تن شمعة بنبار الشهاب الساقط أو كما يطلق عليها شوتينج ستار، وهي أيضا شمعة بيعية، هتلاقيها جت في نهاية اتجاه صاعد، وحيث أنها شمعة عاكسة للاتجاه ممكن تدخل من بعدها صفقة بيع كما هو موضح على الشرط. هتلاقي هنا شمعة بنبار شوتينج ستار تكونت في نهاية اتجاه صاعد، يبقى على طول بعدها ادخل صفقة بيع. لو بصيت على السهم الأبيض اللي قدامك، راسم اتجاه البائعين بعد شمعة شوتينج ستار، ادخل معاهم على طول صفقة بيع، وبرضه بتحدد مدة الصفقة على حسب تحليلك وعلى حسب التايم فريم اللي انت شغال عليه. اللي بعده ايضا على الشوتينج ستار هتلاقي شمعة الوين بار بتاعتها، حيث في نهاية اتجاه صاعد للأسعار، يبقى على طول تدخل صفقة بيع كما هو موضح على الشرط. السهم اللي قدامك ده اللي اترسم الأول كان يدل على دخول المشترين بشكل قوي، إلى أن وصلت الأسعار لقمتها، كونت عند القمة بين بار شوتينج ستار، بعد كده تدخل البائعون بعدها بالبيع، وكمان ظهرت شمعة بين بار شوتينج ستار مرة كمان اللي مكتوبة بالخط الصغير ده بعدها، ممكن تدخل صفقة بيع وانت مطمن. دي كمان مثال على شمعة البين بار شوتينج ستار اللي بتدل على ان الاتجاه سيكون هابط. عندي هنا شمعة بين بار زي ما احنا شايفين على الشرط في نهاية اتجاه صاعد، بعدها على طول ممكن تدخل صفقة بيع. الشمعة اللي عليها الشكل البيضاوي دي هي دي الشمعة اللي بنتكلم عنها، واضح ان جسمها صغير بالنسبة لطول الذيل، والرأس لأسفل والذيل من اعلى، حصل بعدها هبوط على طول وتدخل بعدها البائعون بالبيع، عشان كده انت كمان ممكن تدخل معاهم صفقة بيع على طول في حالة وجود منطقة مقاومة، او ممكن تستنى شمعة التأكيد اللي بعدها اللي هتأكد لي بنسبة كبيرة جدا ان الاتجاه سوف يكون في هبوط، وممكن تدخل من الشمعة التانية او التالتة. طبعا النوع الرابع والاخير من شموع البنبار هو شمعة انفيرتد هامر، المطرقة المقلوبة، تأتي في نهاية اتجاه هابط وتكون عاكسة للاتجاه، ولكنها تحتاج إلى مؤكد، ولذلك يفضل الانتظار
حتى ظهور ما يؤكد ان تحليلك صح. بعد كده ادخل بالشراء كما هو موضح على الشرط، اتجاه السهم رقم 1، رقم 2 الشمعة نفسها المطرقة المقلوبة، من بعدها ادخل صفقة شراء وانت مطمن ان شاء الله. هنتكلم عن كيفية التداول بشمعة الدوجي. قلنا قبل كده في فيديو سابق يفضل الرجوع اليه ان شمعة الدوجي تتكون من 5 انواع، الاول اللي هو فور برايز دوجي، الثاني لونج ليج دوجي، التالت دراجون فلاي دوجي، الرابع جرافستون دوجي، الخامس كلاسيك دوجي. وان شاء الله النهاردة هنتكلم عن كيفية التداول بثلاثة انواع فقط من انواع دوجي كاندلستيك، الاول اللي هو اللونج ليج دوجي، التاني دراجون فلاي دوجي، التالت الجريفستون دوجي. اولا لونج ليج دوجي، دوجي الساق الطويلة، بيكون البرايس اكشن الخاص به زي ما احنا شايفين. بداية افتتاح الاسعار هو بداية الخط المنكسر الاسود، ثم يتذبذب السعر ما بين صعود وهبوط حتى يغلق عند نفس سعر الافتتاح، وهي دي الحركة السعرية لدوجي السيقان الطويلة. لو تلاحظ ان جسم الشمعة صغير جدا او بلا جسم تقريبا، والظلال العلوية والسفلية طويلة، السعر بدأ عند بداية الخط المنكسر الاسود وارتفع الى نهاية الظل العلوي، ثم هبط الى نهاية الظل السفلي، ثم عاد واغلق عند نفس نقطة الافتتاح، اي عند نفس سعر الفتح. ولو شفنا كده التداول على زوج العملات جي بي بي ويو اس دي، هتلاقي شمعة اللونج ليج الدوجي ظهرت في نهاية اتجاه هابط، عشان كده بعدها تدخل المشترين، وممكن تدخل معاهم صفقة شراء حسب تحليلك وحسب التايم فريم اللي انت شغال عليه، تاخد الزمن المناسب ليك. زي ما احنا شايفين كده شمعة اللونج ليج الدوجي اللي مظللة باللون الأصفر، السهم الأحمر يشير إلى اتجاه الهبوط، إلى أن وصلنا لهذه الشمعة في النهاية، وده دليل على ضعف قوة البائعين. ومن بعدها على طول دخل المشترين بالشراء كما يشير السهم اللي لونه أخضر، انت كمان ممكن تدخل معهم صفقة أو 2 شراء وانت مطمن. على هذا الأساس نقدر نقول ان شمعة لونج ليج الدوجي هي شمعة انعكاسية، اي مؤشر انعكاسي للسعر. وكمان اذا ظهرت الشمعة دي في نهاية صعود، اي بعد عدة شموع بيضاء او خضراء، ده معناه ان الشمعة دي مؤشر ليا ان السعر سوف يعكس اتجاهه. الشمعة التانية اللي هنعرف طريقة التداول بيها هي شمعة الدراجون فلاي دوجي، اي شمعة اليعسوب او شمعة الدبور الطائر. عند ظهور هذه الشمعة نفهم منها على طول ان دي شمعة مؤشر انعكاس شرائي. ولو خدنا على سبيل المثال على الشرط مثال على التداول بين زوجين من العملات يو اس دي وسي اتش اف، هتلاقي الشمعة دي في نهاية اتجاه هابط، عشان كده ممكن تدخل من بعدها صفقة شراء مع المشترين. من بعد هذه الشمعة على طول تاخد صفقة الشراء بتاعتك، صفقة او 2 او 3، وانت مطمن، تاخد الزمن المناسب على حسب التايم فريم اللي انت شغال عليه واللي انت بتحلل على اساسه. وزي ما انتم شايفين كده على الشرط، شمعة دراجون فلاي دوجي مظللة باللون الاصفر، اتجاه السهم الاحمر يشير الى اتجاه الهبوط، بعد ان انعدم مومنتم البائعين تماما ظهرت شمعة الدراجون فلاي دوجي. عشان كده بعد الشمعة دي على طول ممكن تدخل مع المشترين صفقة شراء كما يشير السهم الأخضر. الشمعة الثالثة والأخيرة اللي هنشوف إزاي هنتداول بيها النهاردة هي شمعة الجرافستون دوجي، أي شاهد القبر، وتعني أن البائعين قضوا على المشترين تماما ودفنوهم وعملوا لهم شاهدا لقبورهم، ودي مصطلحات يابانية أخذوها من خلال خوضهم الحروب، حيث شبهوا التداول بعملية الحرب ما بين البائعين والمشترين، وهو أحد أنماط الشموع اليابانية العاكسة للاتجاه.
نشوف كده النموذج ده على الشارت على زوج العملات AUD و USD. هتلاقي شمعة الجرافستون دوجي ظهرت في نهاية اتجاه صاعد، ده معناه أن البائعين سوف يقومون بذبح المشترين ودفنهم وعمل شاهد لقبورهم اللي هو الجرافستون دوجي. أي بعد ظهور هذه الشمعة يتدخل البائعون بالبيع كما هو موضح على الشرط التعليمي. زي ما احنا شايفين كده شمعة الجرافستون دوجي المظللة باللون الأصفر، من بعدها دخل البائعون بالبيع على طول، حيث السهم الأخضر يفيد بدخول المشترين بالشراء إلى أن وصلوا لقمة الاتجاه وضعف قوتهم، فظهرت شمعة الدراجون فلاي دوجي، من بعدها على طول تدخل البائعون وهذا ما يشير إليه السهم الأحمر. عشان كده ممكن بعد الشمعة دي على طول تدخل صفقة بيع مع البائعين. وقبل النهاية أحب أكد على نقطة مهمة جدا، وهي أن شمعة الدوجي عموما من الشموع المحيرة في عالم التداول. عشان كده هتلاقي ناس بتسميها شموع الحيرة أو شموع الشك وعدم اليقين، لأن ظهور هذه الشمعة كما قلنا بيدل على تعادل الطرفين البائعين والمشترين وعلى تساوي قوة كل منهما، وما بتبقاش عارف تحدد الاتجاه رايح فين، تشتري ولا تبيع، إلا إذا كنت بتستند لعناصر أخرى لابد منها أثناء التحليل زي مناطق الدعم والمقاومة، خطوط الترند العام والخاص، ارتباط شمعة الدوجي مع الشموع الأخرى التي قبلها واللي بعدها، وفي نماذج مهمة جدا كنا اتكلمنا عنها قبل كده وهي بتتعلق بارتباط شمعة الدوجي بشموع أخرى قبلها وبعدها، ممكن ترجع للفيديو ده لأنه مهم جدا. الكلام ده هتلاقيه يتطبق أكتر على النوعين اللي هم الفور برايز دوجي والكلاسيك دوجي، دول هم فعلا النوعين المحيرين في عالم الدوجي. أما الثلاث أنواع الأخرى اللي احنا اتكلمنا عنهم، عرفنا ازاي بنتداول بيهم، ولاحظنا في هذه الانواع وجود القمم والقيعان من خلال هذه الشموع، والتي على اساسها كنا بناخد قرارات بالبيع او بالشراء. وعلى المتداول الجيد ان يتحلى بالصبر على الشرط وان ينتظر النموذج المثالي ويجري عمليته سواء بالبيع او بالشراء، وخاصة لو كان من المبتدئين. النهاردة إن شاء الله هنتكلم عن نموذج الحرامي، أحد نماذج الشموع اليابانية المهمة في عالم التداول، وكنا قبل كده اتكلمنا في فيديوهات سابقة يفضل الرجوع إليها عن شمعة الدوجي بجميع أنواعها وأشكالها، وعرفنا إزاي يتم التداول بها، واتكلمنا كمان عن شمعة المطرقة بجميع أنواعها وأشكالها، وبرضو عرفنا إزاي يتم التداول من خلالها. النهاردة إن شاء الله هنبدأ نتكلم عن شمعة الحرامي. شمعة الحرامي هو نموذج يتكون من شمعتين إحداهما تبتلع الأخرى، بمعنى أن الشمعة الصغيرة تكون داخل مدى الشمعة الكبيرة. وحرامي كلمة يابانية تعني المرأة الحامل. هذا النمط يتكون من شمعتين، الأولى عبارة عن جسم كبير نسبياً والجسم الثاني صغير يجيء بداخل مدى الجسم الأول. الجسم الكبير أي الشمعة الكبيرة تعبر عن الأم، بينما الجسم الصغير أي الشمعة الصغيرة تعبر عن الجنين. وغالبا ما يكون لون شمعة الجنين مختلف عن لون شمعة الأم. وتدل شمعة الحرامي على بداية حياة جديدة للأسعار، فمثلا لو كان هذا النموذج يتكون في اتجاه صاعد فإن الحياة الجديدة المتوقعة للمولود الجديد هي الهبوط، والعكس صحيح، إذا كان هذا النموذج في اتجاه هابط فإن الحياة الجديدة المتوقعة للمولود الجديد هي الصعود. ومن الملاحظ أن إشارة انعكاس الأسعار تكون أكثر قوة إذا كانت بأكملها يوما داخليا، بمعنى أن يكون مدى اليوم الثاني بالكامل داخل مدى اليوم الأول، أو بمعنى آخر أن يكون جسم شمعة الجنين بالكامل داخل جسم شمعة الأم بالكامل، وهذا يظهر في صورة الجلسة التالية
تكون بأكملها داخل الجلسة الأولى، على الشرط أن الجنين يمر داخل رحم الأم بعدة مراحل. فإذا كان الجنين في المراحل الأولى من تكونه، تكون شمعته عبارة عن دوجي كلاسيك دوجي في صورة علامة زائد أي كروس، لذلك يسمى حرامي كروس أو كروس حرامي، ويكون شكله كما هو موضح على الرسم. وعلى الشرط هتلاقيه في صورة حرامي يتكون من دوجي في الجلسة التالية بعد الشمعة الأولى التي تبتلع شمعة الدوجي، وتقع شمعة الدوجي بكاملها في مدى الشمعة الأم. واعتبر هذا النمط إشارة إنعكاسية قوية، خاصة إذا ما جاء بعد شمعة طويلة بيضاء أو خضراء، ده على حسب لون المشترين اللي انت واخده على الشرط في حالة الصعود أي في حالة الشراء، أو جاء بعد شمعة طويلة سوداء أو حمراء حسب لون البائعين اللي انت واخده على الشرط في حالة هبوط الأسعار أي في حالة البيع. هناخد التطبيق العملي لنموذج الحرامي. مبدئيا كلمة حرامي تعني المرأة الحامل، وهو نموذج مكون من شمعتين، الأولى حمراء طويلة تليها شمعة خضراء قصيرة، بحيث تبتلع الشمعة الأولى بداخلها تماما الشمعة الثانية، تسمى الشمعة الكبيرة الأم، وتسمى الشمعة الصغيرة الجنين. وغالبا ما يكون لون شمعة الجنين مختلف عن لون شمعة الأم، ولذلك يسمى هذا النموذج بالمرأة الحامل. عندي نوعين من النموذج ده، وهما بوليش حرامي وبرش حرامي، واتكلمنا عنهم بالتفصيل في فيديو سابق قبل كده، يفضل الرجوع إليه. وده شكل عام لنموذج البوليش حرامي. وكمان عندي نموذج كروس حرامي، وده عبارة عن شمعة طويلة يليها شمعة دوجي كلاسيك. المثال الأول على الشرط، عندي الشمعة الهابطة الحمراء تليها شمعة صاعدة خضراء مولود جديد، وغالبا ما يوحي المولود الجديد بميلاد حياة جديدة للأسعار، تكون في عكس الاتجاه السابق. كما بالشكل، الأم لون شمعتها حمراء والجنين لون شمعته خضراء، على الشرط الاتجاه الهابط يشير إليه السهم الأحمر. في نهاية هذا الاتجاه الهابط ظهر نموذج الحرامي، حرامي باترن. نتيجة ظهور هذا النموذج حصل انعكاس في الاتجاه كما يشير السهم اللي لونه أخضر. المثال الثاني على كروس حرامي، كما هو موضح على الشرط التعليمي، عندي شمعة طويلة حمراء تليها شمعة كلاسيك دوجي، شمعة دوجي دخل بعدها المشترين، من بعدها صعد الاتجاه الأعلى نتيجة دخول المشترين، أهو زي ما احنا شايفين الاتجاه الهابط اللي في نهايته ظهر هذا النموذج، تليه شمعة شراء، ثم شمعة تصحيحية حمراء، من بعدها صعد السعر، وذلك واضح من خلال الشموع الخضراء اللي جت بعد كده. عندي كمان مثال آخر على الشرط، مثال ثلاثة لنموذج الحرامي، على وجه التحديد بوليش حرامي، كما يشير السهم الأحمر في نهاية الاتجاه الهابط، وكمان عندي في نهاية اتجاه صاعد هتلاقي شمعة البوليش حرامي. وتلاحظ كمان انه في منطقة دعم قوية أغلقت الشمعة الحمراء في هذه المنطقة، وكمان ذيل الشمعة الخضراء أيضا أغلق في هذه المنطقة، وده معناه إنه هيحصل صعود قوي في الأسعار، تقدر تدخل بعد كده صفقات شراء وانت مطمن. هتلاحظ كمان على الشرط وجود شمعة حمراء، شمعة بيع، بس دي شمعة تصحيحية، وين بعدها الاتجاه كمل صعود على طول. المثال الرابع عندي على الشرط، تلاقي شمعة حمراء طويلة تمثل الأم، جت بعدها على طول شمعة خضراء قصيرة أي صغيرة تمثل الجنين، ووقعت بكاملها داخل مدى هذه الشمعة زي ما احنا شايفين
يبقى ده على طول نموذج حرامي باترن. عشان كده حصل اتجاه صاعد وترند صاعد، واضح ان ده نموذج انعكاسي قوي كما يشير السهم المنحني باللون الاخضر. المثال الخامس عندي على الشارت نموذج بريش حرامي كما هو موضح على الشكل البيضاوي. تقدر تدخل من الشمعة الثالثة بعد ما تتأكد من ان التصحيح قد تم. بعد كده نقطة الدخول انتري، ادخل مع المشترين في الحالة دي وانت مطمن. ممكن تدخل عدد شمعات حسب تحليلك وحسب التايم فريم اللي انت شغال عليه وحسب الدعوم والمقاومات اللي انت واخدها، وكمان على حسب الترند لو كان صاعد او نازل. فوت الشمعة رقم 1 و2 وادخل عند الشمعة رقم 3 اتجاه صعود كما هو واضح على السهم اللي لونه اخضر. بص شوف نسبة الصعود عالية ازاي، ده علشان نموذج الحرامي وقع عند منطقة دعم قوية جدا والترند العام اساسا كان صاعد. المثال السادس عندي كمان هنا على الشارت اتجاه صاعد، جه في نهايته نموذج الحرامي اللي عليه شكل بيضاوي، الشمعة رقم 1 الأم والشمعة رقم 2 هي الجنين، وده نموذج بيعي بريش حرامي. تقدر تدخل من بعدها صفقة بيع وانت مطمن. مثال 7 كمان عندي مثال آخر على الشرط اتجاه صاعد، جه في نهايته نموذج بريش حرامي كما يشير السهم الأبيض الصاعد. تقدر بعده تدخل صفقة بيع كما يشير السهم الأبيض في اتجاه الهبوط. مثال 8 النموذج اللي قدامي ده بوليش حرامي باترن، على اليمين النموذج وعلى اليسار التطبيق على الشارت. السهم الأحمر يشير إلى ماينر ترند هابط، في نهايته جه نموذج الحرامي البوليش حرامي. من بعده على طول تقدر تدخل زي ما انت عايز مع المشترين صفقة شراء، ادخل بأي عدد شمعات برضه حسب تحليلك وحسب التايم فريم اللي انت شغال عليه. مثال 9 عندي كمان على الشرط التعليمي نموذج بوليش حرامي، شمعة حمراء كبيرة تبتلع شمعة زرقاء صغيرة. الشمعة الحمراء تمثل الأم والزرقاء تمثل الجنين. من بعدها على طول لقينا اتجاه صاعد، عشان كده ممكن تدخل صفقة بيع وانت مطمن. اهو زي ما احنا شايفين كده نموذج البوليش حرامي اللي عليه الشكل البيضاوي الاسود كما هو موضح على الشرط. من بعده على طول صعد الاتجاه لأعلى. مثال 10 عندي نموذج بوليش حرامي اللي عليه المستطيل الاسود ده على الشرط، جه في نهاية اتجاه هابط عند منطقة دعم قوية. من بعدها على طول اتعكس الاتجاه واصبح صاعد، عشان كده ممكن تدخل صفقة شراء مع الثيران وانت مطمن. نتكلم النهاردة ان شاء الله عن الانجالفينج باترن، وهو يتكون من نموذجين بوليش انجالفينج باترن وبيريش انجالفينج باترن. اولا بوليش انجالفينج باترن نموذج الشمعة الابتلاعية الشرائية، هو نمط سعري عاكس للاتجاه الهابط، يتكون من شمعتين، الأولى جسمها أحمر صغير نسبيا والثانية جسمها أخضر كبير تليها مباشرة. والمقصود بكلمة نسبيا هنا أي بالنسبة للشمعة التي تليها مباشرة تكون أصغر منها في الحجم، وسميت ابتلاعية لأن جسم الشمعة الثانية يبتلع تماما جسم الشمعة الأولى. ويفسر هذا النموذج هو قيام المشترون بمحاصرة البائعين وابتلاعهم والصعود بالسعر لأعلى، وبذلك يكون نجح المشترون في تجميع قواهم ودفع الأسعار إلى أعلى.
أما خصائص الشمعتين من حيث سعري الفتح والإغلاق، سعر الغلق في الشمعة الثانية يكون أعلى من سعر فتح الشمعة الأولى، وكذلك سعر فتح الشمعة الثانية يكون أقل من سعر غلق الشمعة الأولى. بالنسبة لنموذج بريش انجولفينج باترن، نموذج الشمعة الابتلاعية البيعية، نمط سعري عاكس للاتجاه الصاعد، يتكون من شمعتين، الأولى جسمها أخضر صغير نسبيا والثانية جسمها أحمر كبير، يبتلع بداخله تماما جسم الشمعة الأولى. وتفسير هذا النموذج هو أن قام البائعون بمحاصرة المشترين وابتلاعهم ودفع الأسعار إلى أدنى. أما خصائص الشمعتين من حيث سعري الفتح والإغلاق، فإن سعر فتح الشمعة الثانية يكون أعلى من سعر إغلاق الشمعة الأولى، وسعر فتح الشمعة الأولى أعلى من سعر غلق الشمعة الثانية. ولو حبيت أعمل مقارنة بين النموذجين، هلاقي أن نموذج بوليش انجولفينج نموذج شرائي عاكس للاتجاه الهابط، بينما نموذج بريش انجولفينج نموذج بيعي عاكس للاتجاه الصاعد. والخلاصة في أشكال شموع الحصار الهابط والصاعد توضحها اتجاهات الأسهم التي أمامك. أما الشكل الذي أمامك ففيه جميع النماذج الشرائية. رقم 1 عبارة عن بوليش انجولفينج باترن، ده النموذج اللي احنا قلناه ومتعودين ان احنا نشوفه وتنطبق عليه جميع الشروط. اما الشكل الثاني فهو مكون من شمع الدوجي تليها شمعة خضراء طويلة، هذا النموذج ايضا بوليش انجولفينج، نموذج شرائي يعكس الاتجاه لأعلى. النموذج رقم 3 نموذج مثالي للبوليش انجولفينج، شمعة كبيرة خضراء ابتلعت بكاملها الشمعة الحمراء وشروط الفتح والإغلاق متحققة ومتوفرة في هذا النموذج. أما النموذج رقم 4 مكون من شمعة دوجي طويلة الساقين لوجي ليجد تليها شمعة خضراء طويلة، يسمى هذا النموذج باسم المربوزو، وهو أيضا نموذج ابتلاعي شرائي عاكس للاتجاه الهابط. النهارده إن شاء الله معدنا مع التطبيق العملي لنموذج انجولفينج باترن. كنا قبل كده اتكلمنا عن شكل هذا النموذج وخصائصه في فيديو سابق يفضل الرجوع إليه، والنهاردة بإذن الله هنشوف مع بعض كيف يستخدم هذا النموذج في التداول. عندي تطبيق لنموذج انجولفينج باترن، الأول بوليش انجولفينج باترن والثاني بيريش انجولفينج باترن. اولا النموذج الابتلاعي الشرائي بوليش انجولفينج باترن او الشمعة الابتلاعية الشرائية، هذا النموذج عبارة عن شمعتين، الاولى شمعة بيعية حمراء قصيرة رقم 1 والثانية تليها مباشرة شمعة شرائية خضراء طويلة رقم 2 تبتلع الشمعة القصيرة بكاملها. وكتطبيق عملي على الشرط عندي ترند هابط في نهايته هذا النموذج موجود اهو، شمعة قصيرة حمراء جت بعدها مباشرة شمعة طويلة خضراء، دخل المشترين بالشراء تغير الاتجاه فأصبح صاعد، ممكن تدخل مع المشترين بالشراء بعد تكون هذا النموذج مباشرة صفقات رابحة إن شاء الله. ثانيا النموذج الابتلاعي البيعي بيريش انجولفينج باترن أو الشمعة الابتلاعية البيعية، هذا النموذج عبارة عن شمعتين، الأولى خضراء قصيرة رقم 1 والتي تليها مباشرة حمراء طويلة رقم 2 تبتلع الشمعة القصيرة بكاملها. وكتطبيق عملي على الشرط عندي ترند صاعد في نهايته النموذج ده موجود اهو زي ما احنا شايفين، شمعة قصيرة خضراء تلتها شمعة طويلة حمراء،
فأصبح الاتجاه هابط بعد تدخل البائعين بالبيع. ممكن حضرتك تدخل معاهم صفقات بيع ربحانة إن شاء الله. هنشوف دلوقتي أمثلة كتطبيقات عملية على الشرط. عندي هنا في المثال الأول اتجاه صاعد جاء في نهايته نموذج بيرش انجولفينج باترن، شمعة خضراء قصيرة جت بعدها شمعة حمراء طويلة، بعدها على طول تدخل البائعون بالبيع مما أدى إلى نزول السعر كما يوضح السهم الهابط. وكمان عندي منطقة مقاومة قوية تكون عندها هذا النموذج ساعدت في هبوط السعر لأسفل، عشان كده تقدر تدخل صفقات البيع وانت مطمن. وعلى نفس الشارت تكون في نهايته نموذج آخر بيرش انجولفينج، حصل اختبار لمنطقة المقاومة ونظرا لقوتها ووجود نموذج انجولفينج، عشان كده حصل هبوط قوي في الأسعار، تدخل البائعون بالبيع بعده مباشرة لعدة شمعات. المثال الثاني على الشرط عندي نموذج بولش انجولفينج، شمعة خضراء طويلة جت قبلها شمعة دوجي، على وجه التحديد دراجون فلاي دوجي، وكده كده شمعة الدراجون فلاي عاكسة للاتجاه الهابط، وكمان جت بعدها شمعة خضراء ابتلعتها، عشان كده اتكون النموذج الابتلاعي ده بولش انجولفينج باترن، ومن بعده على طول صعد السعر لأعلى نتيجة تدخل المشترين اللي انت ممكن تدخل معاهم بالشراء من هذا المكان صفقة شراء او اكثر. المثال الثالث عندي اتجاه صاعد تكون في نهايته نموذج بيرش انجولفينج، من بعده هبط السعر نتيجة تدخل البائعون، عشان كده ممكن تدخل بعد هذا النموذج صفقة بيع او اكثر حسب التايم فريم اللي انت شغال عليه وحسب التحليل اللي انت عامله، ممكن تدخل معاهم على طول صفقة بيع. المثال الرابع عندي نموذج بولش انجولفينج باترن جاء في نهاية اتجاه هابط، بعد تكون هذا النموذج تدخل المشترون بالشراء مما أدى إلى صعود الاتجاه لأعلى، ولكن لاحظ على هذا الشكل تكون نموذج آخر يشبه النموذج السابق في الخاصية من حيث كونه اتجاه عاكس للاتجاه الهابط، لكنه يختلف عنه في الاسم. النموذج الأول اسمه بولش انجولفينج باترن، أما النموذج الثاني عبارة عن بولش حرامي، وفي فرق بينهم كبير إن شاء الله هنعمل مقارنة بينهم في فيديو مستقل مستقبلا. المثال الخامس برضو عندي نموذج بولش انجولفينج جاء في نهاية اتجاه هابط للأسعار مما أدى إلى تدخل المشترين وعكس الاتجاه لأعلى. المثال السادس ده مثال هام جدا لأنه عليه كذا نموذج هنشوفهم مع بعض. رقم واحد اللي عليه دايرة ده جاء في نهاية اتجاه هابط، من بعده صعد السعر على طول. رقم اتنين كمان عندي نموذج تاني على الشرط بولش انجولفينج، من بعده على طول صعد الاتجاه لأعلى. رقم تلاتة على نفس الشرط عندي نموذج تالت عليه شكل بيضاوي جاء في نهاية اتجاه هابط مما أدى إلى صعود السعر نظرا لتدخل المشترين. وبعد كده جه كمان نموذج رابع رقم أربعة بولش انجولفينج أدى إلى صعود السعر نظرا لتدخل المشترين، ثم جاء نموذج بيرش انجولفينج اللي هو رقم خمسة أدى إلى هبوط السعر الأسفل كما هو واضح الشكل. عشان كده نموذج الشموع الابتلاعية انجولفينج باترن نموذج مهم جدا بنلاقيه بيتكرر كتير على الشرط، من أهم النماذج اللي المتداول بيعتمد عليها نظرا لأنه يظهر كثيرا. ودلوقتي هنشوف بعض النسب المئوية لنموذج الانجولفينج باترن. رقم واحد ده نموذج مثالي بنسبة 100% تتحقق فيه جميع الشروط بالنسبة للشمعتين، الشمعة الحمراء والشمعة الخضراء التي تسبقها، جميع الشروط متوفرة في هذا النموذج. أما الأشكال رقم 2 و 3 و 4 فنسبة تحقق هذا النموذج 85%
بينما الأشكال رقم 5 و 6 و 7 نسبة تحقق النموذج 75%، الشكل رقم 8 يحقق النموذج بنسبة 65%. إن شاء الله هنتكلم عن نموذجين من النماذج العاكسة للاتجاه، النموذج الأول بيرسينج باترن، أما النموذج الثاني فهو غطاء السحابة المظلمة دارك كلاود كفر باترن. النمط الأول بيرسينج باترن نمط ساري عاكس للاتجاه الهابط، يتكون من شمعتين، الأولى طويلة حمراء تتبعها شمعة طويلة خضراء سعر فتحها أي الشمعة الثانية يكون في مستوى أقل من أدنى سعر للشمعة الأولى، وسعر إقفالها أي الشمعة الثانية في مستوى أعلى من منتصف جسم الشمعة الأولى. هذا النمط يشبه بوليش إنجالفينج باترن، إلا أن سعر الإقفال هنا في البيرسينج باترن بدلا من أن يتعدى أعلى سعر بالشمعة الأولى فإنه يستقر في المنطقة العلوية لجسم الشمعة الأولى. النمط الثاني غطاء السحابة المظلمة دارك كلاود كفر باترن، نمط سعري عاكس للاتجاه الصاعد، يتكون من شمعتين، الأولى طويلة خضراء تتبعها شمعة طويلة حمراء سعر فتحها أي الشمعة الثانية يكون في مستوى أعلى من أعلى سعر للشمعة الأولى، وسعر إقفالها أي الشمعة الثانية في مستوى يقل عن مستوى منتصف جسم الشمعة الأولى. هذا النمط يشبه البريش إنجالفينج باترن، إلا أن سعر الإقفال هنا في هذا النموذج اللي هو دارك كلاود كفر بدلا من أن يهبط عند أدنى سعر بالشمعة الأولى فإنه يستقر في المنطقة السفلية لجسم الشمعة الأولى. النهاردة إن شاء الله معدنا مع نموذجين من النماذج الإنعكاسية، النموذج الأول الاختراق بيرسينج باترن، النموذج الثاني غطاء السحابة المظلمة دارك كلاود كفر باترن. شكل النموذج الأول كما هو موضح على الشرط التعليمي، نموذج بيرسينج باترن يأتي في نهاية اتجاه هابط، هنلاقي عندي في الشكل اللي قدامي ده ماينر تريند هابط، شمعة حمراء طويلة تليها شمعة خضراء طويلة، سعر إقفال الشمعة الخضراء أقل من أدنى سعر للشمعة الحمراء، وسعر إغلاق الشمعة الخضراء أعلى من منتصف جسم الشمعة الحمراء. وعندما تحقق هذا النموذج تدخل المشترون بالشراء، مما أدى إلى صعود الاتجاه السعري إلى أعلى. أما شكل النموذج الثاني دارك كلاود باترن كما هو موضح على الشرط، اتجاه صاعد جاء في نهاية هذا النموذج، شمعة طويلة خضراء رقم 2 تليها شمعة طويلة حمراء رقم 3، سعر فتح الشمعة الحمراء أعلى من أعلى سعر للشمعة الخضراء رقم 4، وسعر إغلاقها أدنى من منتصف جسم الشمعة الخضراء. من بعد تكون هذا النموذج تدخل البائعون بالبيع، مما أدى إلى انعكاس الاتجاه لأسفل وهبوط السعر. وإحنا شغالين كده أفكرك بنموذج بيرسينج باترن، عبارة عن شمعتين، الأولى حمراء طويلة رقم 1 وهي شمعة بيعية هابطة، والثانية خضراء طويلة رقم 2 وهي شمعة شرائية صاعدة كما تشير الأسهم الهابطة والصاعدة. وكتطبيق على الشرط كما يشير السهم، عندي اتجاه هابط تكون في نهاية هذا النموذج، مما أدى إلى دخول المشترون بالشراء كما يشير السهم الأخضر. وكمان أفكرك بالنموذج الثاني دارك كلاود باترن، عبارة عن نموذج مكون من شمعتين، رقم 1 شمعة طويلة خضراء شرائية تليها شمعة رقم 2 طويلة حمراء بيعية،
وكتطبيق على الشرط عندي اتجاه صاعد تكون في نهاية هذا النموذج، مما أدى إلى تدخل البائعون بالبيع كما يشير السهم الأحمر، ويكون شكل النموذجين معا على رسم واحد كما هو موضح أمامك، ويكون شكلهما معا في التداول أيضا كما هو موضح أمامك. ودلوقتي هناخد أمثلة متنوعة على كلا النموذجين، هناخد أمثلة على كيفية التداول بهذين النموذجين. مثال واحد عندي في نهاية اتجاه هابط تكون نموذج بيرسينج باترن، من بعد تكونه على طول تدخل المشترون بالشراء، ممكن تدخل معهم صفقة شراء أو أكتر على حسب التايم فريم اللي انت شغال عليه. بعد كده تكون على نفس الشرط في نهاية اتجاه صاعد نموذج آخر رقم 2 وهو دارك كلاود كفر باترن، من بعده على طول تدخل البائعون بالبيع، ممكن تدخل معهم صفقة بيع أو أكثر، وواضح إنه كان عند منطقة مقاومة قوية عشان كده هبط السعر هبوط حاد، مما أدى إلى دخول البائعين زي ما احنا كده شايفين. مثال 2 عندي بعد كده على الشرط نموذج بيرسينج باترن المظلل باللون الأصفر، من بعده على طول صعد السعر إلى أعلى نتيجة تدخل المشترون اللي انت ممكن تدخل معاهم صفقات ربحانة إن شاء الله. كمان عندي مثال 3 نموذج دارك كلاود كفر تكون في نهاية اتجاه صاعد، من بعد تكون هذا النموذج هبط السعر كما يشير إلى ذلك السهم الهابط نتيجة تدخل البائعون بالبيع، وممكن معاهم تدخل صفقة بيع. مثال 4 عندي اتجاه صاعد تكون في نهايته شمعة شرائية خضراء طويلة لارج بوليش كاندل، جاءت بعدها شمعة بيعية حمراء طويلة لارج بيريش كاندل، وده زي ما احنا عارفين نموذج دارج كلاود كفر باترن، نموذج بيعي أكيد هيتدخل البائعون بالبيع مما سيؤدي إلى انخفاض السعر، وواضح أن الاتجاه أصبح إلى أسفل كما هو موضح على الشرط. بس في ملحوظة على مثال 4 عايز يقول إن النموذج ده لو اتكون عند منطقة مقاومة قوية فده مؤشر ليا إن السعر أكيد سيهبط هبوط حاد كما هو موضح على الشرط، مما يقوي موقف هذا النموذج الهبوطي كما هو موضح. لو تلاحظ بعد تكون هذا النموذج حدث اختبار لمنطقة المقاومة وما قدرش يخترقها، فعاد السعر للهبوط هبوطا حادا. أما مثال 5 على الشرط فهو عكس مثال 4، عبارة عن اتجاه هابط جاء في نهايته شمعة بيعية كبيرة لارج بيريش كاندل، جاء بعدها شمعة شرائية كبيرة لارج بوليش كاندل، مما أدى إلى تكون هذا النموذج بيرسينج باترن، أكيد الاتجاه سوف ينعكس لأعلى نتيجة تدخل المشترين بالشراء اللي انت ممكن تدخل معاهم صفقات شراء. هتلاقي كمان النموذج ده اتكون عند منطقة دعم قوية مما يدعم موقف المشترين ويساعدهم في انعكاس السعر لأعلى نتيجة تكون هذا النموذج عند منطقة الدعم، عشان كده السعر اتجه إلى أعلى بقوة كما هو واضح على الشرط، اختبر السعر هذه المنطقة فوجدها تدعمه فعاد للارتفاع بقوة. مثال 6 عندي نموذج خط الاختراق تكون في نهايته ترند هابط داون ترند، بعد تكون هذا النموذج تدخل المشترون بالشراء مما أدى إلى انعكاس الاتجاه الأعلى نتيجة تدخلهم، وانت كمان ممكن تقلدهم وتدخل معاهم صفقات شراء. المثال 7 والأخير على نموذج دارك كلاود كفر، شكل هذا النموذج كما هو واضح على الرسم كما هو موضح على الشرط عندي اتجاه صاعد جاء في نهايته هذا النموذج، مما يؤكد أن البائعين سوف يتدخلون بالبيع وأن السعر سوف ينخفض إلى أسفل، عشان كده ممكن تدخل صفقة بيع
حسب تحليلك وحسب التايم فريم اللي انت شغال عليه، السهم الاخضر يشير الى اتجاه الصعود اللي اكيد بعد كده هيبقى فيه هبوط كما يشير السهم الاحمر. النهاردة إن شاء الله هنتكلم عن النموذج الخامس من نماذج الشموع اليابانية. هذا النموذج يسمى الهجوم المضاد أو كونتر أتاك، وهو نمط يقوم به إما الثيران عندما يكون اتجاه الأسعار هابطا، أو الدببة عندما يكون اتجاه الأسعار صاعدا. أولا هجوم الثيران المضاد بولش كونتر أتاك بعد شمعة حمراء يفتح السوق بسعر يقل كثيرا عن سعر إغلاق الشمعة السابقة، إلا أنه يصعد بقوة خلال التعامل ليغلق عند سعر الإغلاق للشمعة السابقة. وهو ما يعني أن الثيران أخذت زمام المبادرة وقامت بالهجوم المضاد ضد البائعين الذين لاذوا بالفرار وتركوا الساحة للمشترين. ثانيا هجوم الدببة المضاد بيرش كونتر أتاك بعد شمعة خضراء يفتح السوق بسعر يعلو كثيرا عن سعر إغلاق الشمعة السابقة، إلا أنه يهبط بشدة خلال التعامل ليغلق عند سعر الإغلاق السابق. وهو ما يعني أن الدببة البائعين أخذت زمام المبادرة وقامت بالهجوم المضاد ضد المشترين الذين انسحبوا من السوق وتركوا الساحة للبائعين. أما عن كيفية التداول بهذا النموذج فهذا ما سنعرفه في المحاضرة القادمة إن شاء الله. إن شاء الله هناخد التطبيق العملي لنموذج خطوط الهجوم المضاد The Counter Attack Lines. مبدئيا في حالتين لهذا النموذج، الحالة الأولى Bearish Counter Attack والثانية Bullish Counter Attack. الحالة الأولى حالة هجوم مضاد دببي يكون بعده بيع، أما الحالة الثانية فهي حالة هجوم مضاد ثيراني يكون بعده شراء. بالنسبة للنموذج البيعي بيرش كونتر أتاك زي ما احنا كده شايفين عبارة عن نموذج مكون من شمعتين له الطابع الانعكاسي، حيث تجيء شمعة خضراء وتليها مباشرة عكسها في اللون شمعة حمراء، عشان كده النموذج ده اسمه خطوط الهجوم المضاد. ويتكون هذا النموذج بعد اتجاه صاعد، هذا بالنسبة للنموذج الدببي. أما بالنسبة للنموذج الشرائي بولش كونتر أتاك فهو أيضا عبارة عن نموذج مكون من شمعتين وله الطابع الانعكاسي، حيث تجيء شمعة حمراء تليها مباشرة شمعة خضراء، ويتكون هذا النموذج بعد اتجاه هابط ويسمى النموذج الثيراني. ولكي يتكون هذا النموذج، عشان النموذج ده يتكون لابد أن يتوفر 6 شروط. الشرط الأول أن يكون السوق في ترند صاعد أو هابط حتى ولو كان هذا الترند قصير، لأن هذا النموذج لا يتكون في الاتجاه العرضي. أما الشرط الثاني لتكون هذا النموذج أن تكون الشمعتين متضادتين في الاتجاه. والشرط الثالث لتكون هذا النموذج هو أن تغلق الشمعة الأولى عند نفس إغلاق الشمعة الثانية. أما الشرط الرابع فهو اختلاف لون الشمعتين. أما الشرط الخامس لتكون هذا النموذج فإنه ليس شرطا أن تتطابق مستويات الإغلاق بنسبة 100%،
والشرط السادس والأخير والأهم لتكون هذا النموذج هو متى يفعل هذا النموذج؟ يفعل هذا النموذج بإغلاق شمعة جديدة بعد أدنى أو أعلى مستويات الشمعة الأولى، وهذا هو شرط كيفية الاستخدام المثالي لهذا النموذج في التداول، هو أن يتم إغلاق شمعة جديدة بعد أدنى أو أعلى مستويات الشمعة الأولى. المثال الأول عندي على الشرط لنموذج الهجوم المضاد، عندي اتجاه حاد صاعد، ثم فجأة تفتح معي شمعة بيعية جديدة عند مستوى أعلى من مستوى إغلاق الشمعة التي سبقتها، ثم تبدأ في النزول وتغلق عند نفس مستوى الشمعة الخضراء التي سبقتها تقريبا. بس عايزك تلاحظ ان الإغلاق هنا ليس مثالي، وفيه جاب ما بين سعر إغلاق الشمعة الخضراء الشرائية والشمعة الحمراء البائعية، في فجوة ما بين سعر إغلاق الشمعة الخضراء الشرائية والشمعة الحمراء البيعية، أي أن الإغلاق هنا غير مثالي. بس ده مش بيأثر على النموذج، ويظل النموذج صحيح يمكن استخدامه. بس المتداول لو ما كانش عنده خبرة بهذا النموذج ممكن يستغرب لما يلاقي اتجاه صاعد وبعدين يلاقي فجأة تفتح شمعة حمراء من الأعلى وتغلق عند نفس مستوى إغلاق الشمعة الصاعدة. لو لم يكن المتداول متعمق في قراءة الشموع اليابانية مش هيعرف إزاي يتصرف لما يلاقي هذا النموذج. طيب متى يفعل هذا النموذج؟ عشان يفعل هذا النموذج بشكل صحيح لازم يكون عندي، خد بالك من الحتة دي، لازم يكون عندي إغلاق تحت الظل السفلي لأول شمعة. بس لو لاحظت إن الشمعة الثالثة لم يحدث الإغلاق تحت الظل السفلي للشمعة الأولى، وكذلك الشمعة الرابعة أيضا لم يحدث الإغلاق تحت الظل السفلي للشمعة الأولى، أيضا الشمعة الخامسة تقريبا لم يحدث الإغلاق تحت الظل السفلي للشمعة الأولى، لغاية ما وصلنا للشمعة السادسة هي اللي حصل عندها الإغلاق تحت ظل الشمعة الأولى. هنا ممكن أفعل النموذج وأدخل صفقة بيع صحيحة بنسبة 100%، أو أنتظر لحد ما يحصل إعادة اختبار للظل وأدخل صفقة بيع قوية. يبقى أهم حاجة عندي إن الإغلاق يحصل تحت الظل السفلي للشمعة الأولى، بعد كده ممكن أدخل صفقة بيع قوية. المثال التاني عندي اتجاه هابط داون تريند، جاء في نهايته نموذج كونتر أتاك شرائي عبارة عن شمعة حمراء طويلة بريش كاندل، تلتها شمعة خضراء طويلة بولش كاندل، وهذا هو النموذج كاملا. من بعد تكون هذا النموذج حصل انعكاس فتحول الاتجاه من اتجاه هابط الى اتجاه صاعد. تقدر تخش مع المشترين صفقات شراء بس بالشروط اللي احنا قلناها في المثال السابق. المثال الثالث عندي نموذج كونتر اتاك بيعي عبارة عن اتجاه صاعد، جاء في نهايته شمعة خضراء، جاء بعدها شمعة حمراء، بحيث أن سعر إغلاق الشمعة الحمراء عند نفس مستوى سعر إغلاق الشمعة الخضراء، وهو ده نموذج بيرش كونتر أتاك. من بعد تكون هذا النموذج انعكس الاتجاه إلى اتجاه هابط إلى اتجاه بيعي، تقدر تخش مع البائعين صفقات بيع أيضا بالشروط اللي قلناها في مثال واحد، شروط مهمة جدا ممكن ترجع لها وتتأكد فعلا ان الشروط دي منطبقة على السيستم اللي قدامي، بحيث اقدر اخش صفقات البيع بتاعتي وانا مطمئن. المثال الرابع عندي نموذج بوليش كونتر اتاك، وده نموذج شرائي، وزي ما احنا شايفين مكون من شمعتين، الاولى حمراء طويلة
والثانية خضراء طويلة، سعر إغلاق الشمعة الخضراء جاء في نفس مستوى سعر إغلاق الشمعة الحمراء. وبكده يبقى النموذج كمل وتكون قدامي. طيب ما موقف المتداول بعد تكون هذا النموذج؟ المتداول التقني هيستنى لما سعر فتح أي شمعة تالية بيكون أعلى من الظل العلوي للشمعة الحمراء، وده حصل في الشمعة الخضراء رقم 4 زي ما احنا شايفين. وزي ما احنا شايفين في الشمعة رقم 4 هتلاقي ان سعر فتح هذه الشمعة اعلى من الظل العلوي للشمعة الحمراء، وده بيأكد لي ان النموذج ده صحيح بنسبة 100%، لان انا كده اتأكد ان فتح هذه الشمعة اعلى من الظل العلوي للشمعة الحمراء. ادخل صفقة شراء وانت مطمن. المثال الخامس والاخير عندي النهاردة، عندي في الشارت اللي قدامي ده ترند صاعد جاء في نهايته شمعة خضراء طويلة ثم شمعة حمراء طويلة. لو تلاحظ ان سعر اغلاق الشمعة الحمراء في نفس مستوى سعر اغلاق الشمعة الخضراء، وده نموذج الهجوم المضاد البيعي بوريش كونتر اتاك. من بعد تكون هذا النموذج الانعكاسي زي ما احنا عارفين ان احنا بنتداول من بعد الشمعة اللي سعر اغلاقها هيكون تحت الظل السفلي للشمعة الخضراء، وده حصل بعد الشمعة الحمراء الثالثة. عشان كده ممكن من بعد هذه الشمعة تدخل صفقات بيع حسب تحليلك اللي انت عامله والدعوم والمقاومات اللي انت واخدها وحسب الاتجاه العام والماينر ترند اللي انت عامله وكمان حسب التايم فريم اللي انت شغال عليه. النهاردة ان شاء الله هنتكلم عن نموذج الغربان الثلاثة السود 3 بلاك روس، وهو نموذج انعكاسي اي عاكس للاتجاه، يتكون من ثلاث شمعات طويلة حمراء تتدنى أسعار إغفالها، أي تقل أسعار إغلاق كل شمعة عن الأخرى، وهي جميعا إما بدون ظل سفلي أو بظل سفلي قصير، أي أن الإغلاق يكون عند أدنى سعر لكل شمعة أو قريبا منه. وهذا يدل على قوة البائعين اللي هم الدببة السيلرز البوريش وسيطرتهم التامة على السوق، فالأسعار تهبط بحدة بلا تراجع، والإغلاقات لهذه الأسعار تقترب من أدنى الأسعار المتداولة خلال الجلسة، مما يدل على قوة البائعين. كما قلنا هذا النمط عاكس للاتجاه، وهو عكس نمط الجنود الثلاثة البيض الذي سوف نتكلم عنه الآن. النمط الثاني وهو الجنود الثلاثة البيض 3 وايت سولدرز، هو نمط أيضا عاكس للاتجاه، يتكون من ثلاث شمعات طويلة خضراء، كل شمعة يرتفع سعر إغلاقها عن سعر إغلاق الشمعة السابقة لها مباشرة، وهي جميعا إما بدون ظل علوي أو بظل علوي قصير، وهذا يدل على أن إغلاقها يكون عند أعلى سعر بكل شمعة أو قريب جدا منه، وده يدل على قوة المشترين اللي هم الثيران اللي هم البايرز وسيطرتهم التامة على السوق اللي هم البولش. فالأسعار ترتفع بشدة بلا تراجع، والإغلاقات تقترب من أعلى الأسعار المتداولة خلال الجلسة، وكما قلنا هذا النموذج عكس الغربان الثلاثة السود. المحاضرة القادمة إن شاء الله سوف نتناول هذا النموذج على الشرط من خلال التطبيقات العملية والأمثلة التوضيحية. لكم جزيل الشكر. النهاردة إن شاء الله هنتكلم عن نموذج 3 بلاك روس الغربان الثلاثة السود. هنتكلم عن هذا النموذج من خلال التطبيقات في صورة أمثلة عملية على الشارت التعليمي. هذا النموذج
من النماذج النادرة، لكنه وارد الحدوث، ولذلك فمن المهم جدا معرفة كيفية التداول به عندما يتكون. مبدئيا هذا هو الشكل العام لهذا النموذج، واضح أنه يأتي بعد اتجاه صاعد ويتشكل من ثلاث شموع بيعية وراء بعض، ويكون غالبا في الاتجاه الصاعد فقط. طيب، ما هي شروط تكون هذا النموذج؟ يوجد ست شروط لكي يتكون هذا النموذج، ولكي يتفعل، ولكي يتم التداول به. الشرط الأول، يجب أن يكون السوق في مسار صاعد فقط لا غير، حتى ولو كان هذا المسار قصير. الشرط الثاني، يتشكل النموذج من ثلاث شمعات بيعية ممتلئة، يعني ليست صغيرة جدا بس ممكن تكون كبيرة. الشرط الثالث، تكون هذه الشموع متتالية يعني ورا بعض، واليابانيون يسمونهم ثلاث غربان سود كنذير شؤم لعكس الاتجاه السابق. أما الشرط الرابع هو أن تفتح كل شمعة داخل نطاق الشمعة التي قبلها وتغلق أسفل منها. لو لاحظت على الشرط إن الشمعة الثانية فتحت داخل نطاق الشمعة الأولى وإغلاقها أسفل الشمعة الأولى، ونفس الحال في الشمعة الثالثة. أما الشرط الخامس، كلما أغلقت الشمعة التالية أبعد من إغلاق الشمعة التي قبلها، كلما كان النموذج أكثر مثالية. ما معنى هذا الكلام؟ هذا الكلام معناه كما نرى على الشرط، الشمعة الأولى واضح أنها شمعة بيعية، والشمعة الثانية فتحت داخل نطاقها. لو أغلقت عند هذا المستوى يعتبر نموذج صحيح، ولكن كلما ابتعدت عن سعر افتتاحها، كلما ابتعد سعر الإغلاق عن سعر الافتتاح، كلما كان النموذج أفضل وفيه مثالية في هذا النموذج، ونفس الشيء مع الشمعة الثالثة. أما الشرط السادس والأخير والأهم هو متى يفعل هذا النموذج؟ هذا النموذج يفعل ابتداء من الشمعة الرابعة دون الحاجة إلى انتظار إغلاق هذه الشمعة. في العادة إحنا بالنسبة للشموع الإنعكاسية، إذا كان النموذج يتشكل من شمعة واحدة فأنت محتاج تشوف إغلاق الشمعة الثانية كشمعة تأكيد على اكتمال شروط النموذج. وكذلك إذا كان النموذج مكون من شمعتين فأنت محتاج تشوف إغلاق الشمعة الثالثة، وتسمى في هذه الحالة شمعة التأكيد اللي بعد النموذج مباشرة، وهكذا. ولكن في نموذج الغربان الثلاثة السود تستثنى، خد بالك كويس قوي، تستثنى هذه القاعدة، لأنه أصلا الشموع بتكون ورا بعض، كأن كل شمعة تؤكد على الشمعة التي قبلها باستمرار الاتجاه في الهبوط. ولذلك فإن افتتاح الشمعة الرابعة بالنسبة لي هو نقطة الدخول إذا كان يصادف مثلا مستويات مقاومة. تخيل معي هذا السعر صاعد وصل معي لمستويات مقاومة محترمة ومهمة، وشكل نموذج الغربان الثلاثة السود يتكون. في هذه الحالة أنا مش راح أدخل من منطقة المقاومة مباشرة، لأن هذا غلط، لأن ممكن السعر يخترق منطقة المقاومة. وعشان كده فإن افتتاح الشمعة الرابعة بالنسبة لي هو نقطة دخول إذا كان يصادف مثلا مستويات مقاومة. تخيل معي هذا السعر صاعد وصل إلى مستويات مقاومة محترمة ومهمة، في هذه الحالة أنا مش راح أدخل من منطقة المقاومة مباشرة، لأن هذا غلط، لأن من الممكن السعر يخترق منطقة المقاومة. أنا هستنى لما يتكون النموذج اللي قدامي ده، اللي هو شكل نموذج الغربان الثلاثة السود، ثم أبتدي مباشرة أدخل من الشمعة الرابعة، صفقة بيع رابحة جدا جدا إن شاء الله. وبكده لما بيكون عندي مستويات مقاومة وأنا انتظرت نموذج شموع يابانية
إنعكاسية سواء غربان ثلاثة سود أو غيرها، فده بيكون أحسن وأفضل. على هذا الأساس إذا تشكل معي هذا النموذج أدخل ابتداء من الشمعة الرابعة صفقة بيع نزول بتكون رابحة بنسبة كبيرة إن شاء الله. أعيد وكرر، في هذا النموذج الغربان الثلاثة السود مش محتاج شمعة رابعة للتأكيد، لا أنا هدخل ابتداء من الشمعة الرابعة مباشرة بمجرد إقفال الشمعة الثالثة، وهذه هي الشروط اللازمة والكافية لتكون نموذج الغربان الثلاثة السود، ويمكن التعود على هذا النموذج بسهولة على الرغم من ندرته في السوق. أهم شيء المتداول يفهم النموذج وليس شرطا أن يحفظ شكله أو اسمه أو القواعد بتاعته، المهم يفهم حينما يتكون هذا النموذج بتكون شروطه إيه وإزاي يفعله وإزاي يدخل من خلاله الصفقات المطلوبة. ودلوقتي هناخد أمثلة تطبيقية عملية على نموذج الغربان الثلاثة على الشرط. المثال الأول في الرسم اللي قدامي ده على الشرط، لاحظ عندي اتجاه صاعد، لاحظ معي الشمعة الخضراء اللي عليها السهم، شمعة صاعدة، ولكن لاحظ الشموع الثلاثة الحمراء اللي جت بعدها ازاي فتحت وازاي اغلقت. لو تلاحظ ان الشمعة الحمراء الاولى مع الشمعة الخضراء اللي قبلها مبدئيا كده عملوا لي نموذج ابتلاعي جه بعده مباشرة انعكاس في الاتجاه، بالاضافة الى النموذج الابتلاعي الشكل اللي معايا بعد كده نموذج الغربان الثلاثة السود. يبقى عندي الشمعة الأولى حمراء والشمعة الثانية أيضا بيعية حمراء فتحت في نطاق الشمعة التي قبلها وأغلقت أدنى منها. نفس الشيء بالنسبة للشمعة الثالثة، أيضا لو تلاحظ فتحت داخل نطاق الشمعة الثانية وأغلقت أسفل منها. عشان كده الشروط الأساسية لهذا النموذج كده كلها متكونة ومتوفرة عندي. ولو تلاحظ أن أيضا الشموع ممتلئة إلى حد ما بشكل واضح كده. يبقى أنا عندي نموذجين متكونين، الأول نموذج الابتلاعي، الشمعة الحمراء ابتلعت الشمعة الخضراء التي قبلها، ثم ثلاث شموع وراء بعض تمثل الغربان الثلاثة. خد بالك أنا لو ما كنتش خدت بالي من النموذج الابتلاعي فأنا أكيد هاخد بالي إن أنا معايا نموذج الغربان الثلاثة الذي يدل على الإنعكاس المحتمل للسعر. لو جيت أدخل بناء على النموذج الابتلاعي ممكن أدخل من الشمعة الثانية أو الثالثة، أما لو حبيت أدخل بناء على نموذج الغربان الثلاثة فهدخل ابتداء من الشمعة الرابعة صفقة ربحانة بإذن الله. بمعنى أصح أنت ممكن تدخل صفقتين أكيدتين وعندك احتمالية كبيرة جدا للمكسب وتحقيق الربح نظرا لوجود نموذجين انعكاسيين من الشموع اليابانية متحققين في وقت واحد على هذا الشرط. عندي النموذج الابتلاعي وكذلك نموذج الغربان الثلاثة السود. أهم حاجة من خلال تحليلك للشموع تحليل صحيح عمرك ما هتدخل صفقة عشوائي، وإلا أصبح التداول مقامرة وليست متاجرة. ده نموذج نادر جدا، والنموذج اللي قدامي ده على فريم الأربع ساعات على زوج العملات باوند دولار. استكمالا لهذا المثال عندي كمان على الشرط لو تلاحظ برضو نموذج دارك كلاود باترن، نموذج السحابة المظلمة متحقق. عندي شمعة خضراء طويلة تلتها شمعة حمراء أغلقت عند مستوى أقل من 50% من مستوى الشمعة الخضراء، هو ده نموذج السحابة المظلمة اللي احنا خدناه قبل كده. بس لو انت فاهم شموع يابانية كويس هتلاقي ان النموذج ده غير مثالي، لأن النموذج المثالي المفروض فيه ان الشمعة الحمراء تفتح أعلى من ظل الشمعة الخضراء، بس ده ما حصلش عندي هنا. عشان كده بنقول ان النموذج ده نموذج غير مثالي. بس لو لاحظت
إن من بعد ما تكون هذا النموذج، على الرغم من أنه غير مثالي، إلا أن السعر هبط على طول من بعد تكون هذا النموذج. وعلى هذا الأساس ممكن تدخل صفقة بيع أو أكثر. مثال اتنين عندي على الشرط، عندي اتجاه صاعد في نهايته شمعة خضراء، جاء بعدها ثلاث شمعات حمراء تمثل نموذج الغربان الثلاثة 3 بلاك كروس. سعر إغلاق كل شمعة أقل من سعر إغلاق الشمعة التي قبلها، وده نموذج مثالي للغربان الثلاثة. من بعد تكون هذا النموذج وصل السعر اتجاهه في النزول نظرا لتدخل البائعين بالبيع، اللي انت ممكن تدخل معاهم صفقات بيع ابتداء من الشمعة الرابعة. مثال ثلاثة عندي على الشرط، نموذج يشبه الغربان الثلاثة. أولا عندي اتجاه صاعد، تكون في آخر هذا الاتجاه شمعة شرائية خضراء كبيرة، جاء بعدها لو تلاحظ شمعة شهاب شوتينج ستار. أنا لو جيت أتداول بناء على نموذج الشهاب، أتداول على أساس شوتينج ستار شمعة عاكسة للاتجاه الصاعد، على أساس إن أنا هدمج شمعة الشهاب مع الشمعة التي قبلها والشمعة التي بعدها، يصبح عندي هذا النموذج نجمة المساء اللي هو شوتينج ستار، وده نموذج زي ما احنا عارفين عاكس للاتجاه الصاعد. وكل دي دلالات انعكاسية. ودلوقتي لو انا اضفت للشمعة الحمراء الاولى كمان شمعتين الثانية والثالثة، هلاقي عندي اتكون نموذج الغربان الثلاثة السود، الشمعة الاولى حمراء بيعية وكذلك الثانية والثالثة. لو تلاحظ أن الشمعة الحمراء الثانية افتتحت داخل نطاق الشمعة الأولى وأغلقت أسفل منها، وكمان الشمعة الحمراء الثالثة، بس السر كله يكمن في هذه الشمعة الحمراء الثالثة. عندي فيها مشكلة، لو تلاحظ أنها فتحت وأغلقت داخل نطاق الشمعة الثانية. خد بالك لو كانت الشمعة دي لونها أخضر كان ممكن أعتبرها نموذج هرامي، بس هي علشان نفس لون الشمعة التي سبقتها حمراء فإنها شمعة بيعية. ولو لاحظت كمان إن الشمعة الحمراء الرابعة فتحت أعلى من افتتاح الشمعة الثانية وأغلقت أدنى من إغلاق الشمعة الثالثة والثانية، في هذه الحالة أنا ممكن أعتبر إن الأربع شمعات مع بعضيهم ده بيمثل نموذج الغربان الثلاثة، على أساس إن أنا لغيت الشمعة الثالثة ودمجتها في الشمعة الرابعة، يبقى كأن عندي ثلاث شمعات حمراء متتالية تمثل نموذج الغربان الثلاثة. بس عايزك تلاحظ إن اللي خلاني أعمل كده هو صغر حجم الشمعة الثالثة ولونها الأحمر، وكمان فتحها وإغلاقها داخل نطاق الشمعة الثانية، يبقى كأنها مش موجودة، وخاصة أنها لها نفس لون البائعين اللي هو اللون الأحمر. كمان الشيء التاني اللي خلاني ألغي الشمعة الثالثة هو أن الشمعة الرابعة فتحت أعلى من فتح الشمعة الثالثة، أي أن الشمعة الرابعة ابتلعت الشمعة الثالثة، وده يخليني أنظر إلى هذا النموذج على أنه نموذج الغربان الثلاثة 3 بلاك كروس. المثال الرابع عندي على الشرط، ده نموذج مثالي بنسبة 100%، ثلاث شموع حمراء ينطبق عليهم نموذج الغربان الثلاثة السود. في نهاية اتجاه صاعد تكون هذا النموذج، من بعد تكونه ممكن أدخل صفقات بيع وأنا مطمن، بس لو لاحظت في شمعة خضراء جت بعد الشموع الثلاثة الحمر، بس دي شمعة تصحيحية، من بعدها السعر كمل نزول على طول، عشان كده ممكن تدخل مع السيلرز صفقات بيع وانت مطمن ان دي صفقات مضمونة بنسبة 100%. اما المثال الخامس والاخير عندي النهاردة على الشرط، لو جيت
استخدم الشموع اليابانية مع الدعوب والمقاومات، واضح ان المنطقة المظللة باللون الاصفر كلها منطقة مقاومة. في متداولين ممكن تبيع عند هذه المستويات، ومجرد ان يصل السعر الى هذه المنطقة المظللة منطقة المقاومة، وده يعتبر خطأ كبير جدا، لان ممكن السعر يكمل ويخترق منطقة المقاومة بدون اي مشاكل. عشان كده بيجي دور أهمية الشموع اليابانية. إذا تشكل عندي نموذج انعكاسي عند منطقة المقاومة، فده بيعتبر أداة قوية لدخول الصفقات. عشان كده إحنا بنفضل نستنى لما يتشكل النموذج، وبعد كده نتداول بعد منطقة المقاومة، أحسن من إني أبيع مباشرة عند منطقة المقاومة. أهم حاجة يبقى تحليلك صح عشان أكون فاهم أنا ليه ببيع أو ليه بشتري. وكمان عايزك تلاحظ إني بعت بعد ما كان عندي مستويات مقاومة وعندي نموذج شموع يابانية إنعكاسية. أنا بستنى إغلاق الشمعة اللي بتيجي بعد كده، وبعد كده أفعل النموذج. بكده تبقى أنت محلل فني فاهم، مش مجرد بتدخل صفقات وخلاص. النهاردة إن شاء الله هنتكلم عن نموذج الجنود الثلاثة البيض 3 White Soldiers، من حيث شكل هذا النموذج وشروط تكونه وشروط العمل به، أي كيفية التداول به. أولا بالنسبة لشكل هذا النموذج، هو نموذج صعودي عاكس للاتجاه الهابط، يتكون من 3 شموع طويلة خضراء متتالية، كل شمعة تفتح داخل الجسم الحقيقي للشمعة السابقة لها، وإغلاق كل شمعة أعلى من إغلاق الشمعة السابقة لها، ويجب أن تكون ظلال هذه الشموع قصيرة أو يفضل أن تكون بلا ظلال. ويشير نموذج 3 White Soldiers إلى حدوث تغيير قوي في معنويات السوق بالنسبة للمشترين، وكلما كانت الشموع بظلال قصيرة أو بدون ظلال، فهذا معناه أن السيران سيطروا على السعر، مما يؤكد استيلاء المشترين على الارتفاع طول الجلسة. مع ملاحظة أن هذا النموذج قد يسبقه أنماط شموع أخرى تؤكد انعكاس الاتجاه، ويعتبر هذا النموذج من بين أنماط الشموع اليابانية الأكثر شيوعا، والتي تشير إلى انعكاس الاتجاه الهابط إلى اتجاه صاعد. والنماذج الانعكاسية عموما يفضلها كثير من المتداولين، لأنها توفر لهم فرص بيع أو شراء قوية، وخاصة إذا جاءت عند مناطق دعم أو مقاومة. ثانيا، شروط العمل بهذا النموذج. لكي يفعل هذا النموذج لابد من توفر 3 شروط. أولا، يتم تحديد النمط الصحيح كما قلنا، 3 شموع خضراء طويلة متتالية، سعر افتتاح الشمعة اللاحقة قريبا من سعر إغلاق الشمعة السابقة، حيث تفتح كل شمعة داخل مدى جسم الشمعة السابقة لها، وهي إما بدون ظل أو بظل قصير. الشرط الثاني، أن يأتي هذا النموذج في نهاية اتجاه هابط. أما الشرط الثالث والهام، إذا كان لأي شمعة من الشموع الثلاثة زيل أكثر من 10% من جسم الشمعة، فإنه يعتبر غير صالح للتداول. طيب نشوف كده أمثلة عملية على الشرط على هذا النموذج. مثال واحد على الشرط اللي قدامي ده، لو لاحظت هتلاقي النموذج ده اتكون في نهاية ترند هابط قوي على مدار عدة أسابيع قبل أن يتكون نمط الجنود الثلاثة البيض. تلاحظ أنه بمجرد تكون النموذج انعكس الاتجاه إلى أعلى، وقد يشير النموذج إلى أن الارتفاع سوف يستمر فترات طويلة إلا إذا كانت هناك منطقة مقاومة قوية. عشان كده لما يتكون قدامك النموذج ده، ادخل مع المشترين صفقات شراء ابتداء من الشمعة الرابعة. مثال 2،
عندي على الشرط نموذج 3 وايت سولدرز، الجنود الثلاثة البيض، اتكون مرتين. المرة الأولى في اتجاه هبوط الرئيسي، ترند عام هابط، والمرة الثانية في ماينر ترند. وفي كلا النموذجين يظهر 3 شموع تصاعدية متتالية بأجسام كبيرة، كل شمعة لها ذيل صغير جدا وحتى بدون ذيول على الإطلاق لو لاحظتها على الشرط. كما ذكرنا من قبل، كلما كان الذيل أصغر كلما زادت قوة ضغط الشراء من الثيران، مما يدفع السوق بمواصلة حركة الاتجاه الصعودي. يفضل الدخول بعد تكون الشمعة الثالثة الأخيرة عند مستوى أعلى منها، يعني كما قلنا ابتداء من الشمعة الرابعة. ادخل مع المشترين صفقة شراء وانت مطمن ان دي صفقة ناجحة ان شاء الله. مثال 3 على الجنود الثلاثة البيض، 3 وايت سولدرز، عندي على الشرط التعليمي، اتجاه عام هابط، جاء في نهايته نموذج الجنود الثلاثة البيض، كما قلنا عبارة عن 3 شمعات خضراء متتالية. لاحظ ان سعر اغلاق الشمعة الثانية اعلى من سعر اغلاق الشمعة الاولى، وكذلك سعر اغلاق الشمعة الثالثة اعلى من سعر اغلاق الشمعة الثانية. وبكده يبقى شروط النموذج كلها عندي مكتملة، اقدر ادخل مع المشترين صفقة شراء ابتداء من الشمعة الرابعة. لو لاحظت هتلاقي ان السعر ارتفع لأعلى، واصبح الاتجاه من بعد تكون هذا النموذج صاعدا. مثال 4، عندي ترند هابط قوي، تكون في نهايته 3 شمعات خضراء، وده نموذج مثالي جدا. لاحظ ان الشموع الخضراء الثلاثة بلا ظلال تقريبا، وكمان اغلاق كل شمعة اعلى من اغلاق الشمعة السابقة لها، وفتح كل شمعة تقريبا عند منتصف الشمعة السابقة لها. تقدر من بعد تكون هذا النموذج تدخل صفقة بيع وانت مطمن، بتختار المدة الزمنية التي تناسبك حسب التايم فريم اللي انت شغال عليه، وكمان حسب خطوط الدعم والمقاومة اللي انت رسمها. بس عايزك تلاحظ حاجة، ان في جاب بسيط ما بين الشمعة الرابعة اللي فتحت بعد الشمعة الخضراء الثالثة، مش مشكلة، النموذج صح بنسبة 100%. لاحظ بعد تكون هذا النموذج انعكس الاتجاه من اتجاه هبوطي الى اتجاه صعودي. مثال رقم 5 على نموذج الجنود الثلاثة البيض، 3 وايت سولدرز، كما قلنا عبارة عن 3 شموع خضراء، جاءت في نهاية ترند هابط. لاحظ افتتاح واغلاقات كل شمعة بالنسبة للشمعة الاخرى، هتلاقي جميع الشروط منطبقة. عشان كده الاتجاه تحول من اتجاه هبوطي الى اتجاه صعودي بعد تكون هذا النموذج مباشرة. نظرا لتدخل الثيران المشترين البولش، ممكن تدخل معاهم صفقات شراء وانت مطمن، بس يفضل ما تدخلش قبل النموذج ما يتكون، يعني ادخل بعد الشمعة الثالثة مباشرة. النهاردة ان شاء الله معانا نموذج من نماذج الشموع اليابانية العاكسة للاتجاه، الا وهو بيلت هولد لاين، خط الحزام الحاجز. هذا النموذج ينقسم الى شكلان مختلفان حسب ما كان الاتجاه، فهو اما صعوديا، وفي هذه الحالة يسمى بولش بيلت هولد لاين، خط الحزام الحاجز الشرائي، او هبوطيا، وفي هذه الحالة يسمى بيرش بيلت هولد لاين، خط الحزام الحاجز البيعي. أولا نبدأ بحزام الفوز الثيراني الشرائي، بولش بيلت هولد، عندي اتجاه هابط، جاء في نهايته شمعة طويلة خضراء بلا ظلال أو بظلال صغيرة جدا تكاد لا ترى، زي ما احنا شايفين كده. نقدر نقول إن أهم ما يميز هذه الشمعة أنها طويلة من حيث الجسم، وظلالها عند الافتتاح والإغلاق متناهية في الصغر،
وكمان أهم ما يميزها أن لونها مخالف لألوان الشموع السابقة لها، أي لونها مخالف للاتجاه السابق كله. لو تلاحظ أن الاتجاه السابق كله كان هابط، لون الشموع حمراء، وجاءت هذه الشمعة الخضراء في نهاية هذا الاتجاه الهابط ده، لأن احنا عارفين أن شمعة حزام الفوز الثيراني لازم يكون لونها شرائي، أي لونها أخضر. واضح على الرسم البياني أن الشرط فعلا ده متحقق. في حاجة تانية عايزك تاخد بالك منها، لو ركزت هتلاقي كمان عندنا نموذج ابتلاعي انجالفينج باترن، وده لأن زي ما احنا عارفين أن ممكن النموذج ده يتشكل أيضا مع نماذج مركبة. هتلاقي في الرسم اللي قدامك نموذج بوليش بيلت هولد اتشكل مع نموذج آخر، هتلاقي شمعة البيلت هولد ابتلعت الشمعة التي قبلها مباشرة، وفي الغالب يشكل هذا النموذج مع الهرامي كنموذج مركب وغيره كشوتينج ستار وغيرها. هتلاقي فعلا واضح الابتلاع هنا، حيث شمعة حزام الفوز الشرائي افتتحت أسفل من جسم الشمعة السابقة لها وأغلقت أعلى من جسمها. بعد تشكل هذا النموذج بيكون عندك اختيارين في التداول. والله لو عايز تعتمد على التداول باستخدام نموذج بيلت هولد فقط مفيش مشكلة، ولو عايز تتداول على أساس الانجالفينج باترن برضو مفيش أي مشكلة. لو أنت فاهم مش هتفرق معاك كيفية التداول، أهم حاجة تفهم أن الشموع العاكسة للاتجاه لا تعكس الاتجاه مباشرة، ممكن تبص لها على أنها تمهيد لعكس الاتجاه السابق، مجرد تمهيد وإشارة على عكس الاتجاه السابق. عشان أتداول بهذا النموذج أستنى إغلاق فوق المستويات الخاصة بشمعة بيلت هولد، وأبتدي أتداول من أول شمعة تغلق بعد إغلاق شمعة البيلت هولد، من بعدها مباشرة أدخل صفقات شراء وأنا مطمئن. أما في حالة التداول بنموذج انجالفينج باترن، التداول الأمثل في الحالة اللي زي دي بستنى لما تغلق شمعة بعد كده فوق ظل الشمعة التي تم ابتلاعها من قبل بيلت هولد. في الحالة اللي زي دي بيكون عندي تأكيد إن الانعكاس قد تم بالفعل، أدخل صفقات شراء بعد كده. أما إذا كان النموذج بمفرده وحبيت أتداول عليه زي ما قلنا، أستنى لما الشمعة التالية للبيلت هولد تغلق عند مستوى أعلى من إغلاق شمعة النموذج نفسه. ثانيا، حزام الفوز الدببي البيعي بيرش بيلت هولد لاين، كل الكلام اللي احنا قلناه على النموذج اللي فات عكسه تماما على هذا النموذج. هلاقي عندي النموذج ده بيتكون في نهاية اتجاه صاعد، زي ما احنا شايفين بيكون عبارة عن شمعة طويلة حمراء بلا ظلال أو بظلال صغيرة جدا تكاد لا ترى، جاءت في نهاية هذا الاتجاه الصاعد هذه الشمعة الحمراء. وبرضو أحب أكد الكلام إن ده نموذج عاكس للاتجاه الصاعد، مع ملاحظة معنى إن هذا النموذج انعكاسي مش بالضرورة إنه يعكس الاتجاه مباشرة، ولكن ممكن يدخل في مرحلة انتقالية قبل الانعكاس. ممكن يكون النموذج انعكاسي وعلى الرغم من ذلك لا يحدث الانعكاس المباشر. لو لاحظت هتلاقي الشمعة الحمراء جاءت في نهاية هذا الاتجاه الصاعد لها اللون الأحمر وهو البيعي، لون خاص بالدببة البرش، مخالف للاتجاه السابق كله وليس للون الشمعة التي قبلها فقط. على الرسم هتلاحظ أن لون هذه الشمعة الحمراء الاتجاه السابق لها كان شرائي، أي كان لونه أخضر. بعد ما تتأكد أن الانعكاس قد حصل بالفعل، ادخل صفقات بيع من بعد الشمعة التي تغلق أسفل إغلاق الشمعة السابقة، ويلا بينا نشوف الكلام ده كتطبيقات عملية. مثال واحد عندي على الشرط على نموذج بوليش بيلت هولد حزام الفوز الشرائي أي الثيراني، عندي اتجاه هابط، جاء في نهايته شمعة طويلة خضراء بدون ظلال أو بظلال صغيرة جدا، يعني أهم ما يميزها أنها كشمعة طويلة وظلالها عند الافتتاح وعند الإغلاق متناهية في الصغر ولا تكاد ترى، وكمان لون هذه الشمعة الشرائية مخالف لألوان شموع الاتجاه السابق لها مباشرة. لو لاحظت على الشرط
إن الاتجاه السابق لها كان هبوط، والشمعة دي جت في نهاية هذا الاتجاه الهابط. وإحنا عارفين إن شمعة حزام الفوز الشرائي بولش بيلت هولد لازم يكون لها لون أخضر، لون ثيراني. فعلا تلاحظ في نهاية هذا الاتجاه الهبوطي هذا الشرط محقق. ولو ركزت هتلاقي إن إحنا عندنا كمان نموذج ابتلاعي اللي عليه دايرة، ده الشمعة الثانية اللي هي شمعة حزام الفوز الشرائية الخضراء، سعر فتحها أسفل جسم الشمعة السابقة وسعر إغلاقها أعلى من جسم نفس الشمعة السابقة. إذن هذا هو النموذج الخاص بنموذج حزام الفوز الشرائي. وزي ما قلنا إن هذا النموذج بيلت هولد اللي هو الحزام الحاجز ممكن يتشكل مع نماذج مركبة أخرى أغلبها الهرامي والابتلاعي. وبعد ما يتشكل هذا النموذج أنت كمتداول لديك خياران، لو حابب تتداول بنموذج البيلت هولد فقط انتظر إغلاق شمعة تالية فوق المستويات الخاصة به بحيث يكون الانعكاس قد تم. ولو حبيت تتداول على أساس النموذج الابتلاعي أيضا مفيش مشكلة، حسب ما أنت شايف وحسب تحليلك. أنا بفضل إن احنا نتداول بهذا النموذج في سياق النموذج الابتلاعي، ده على حسب إذا كان حزام الفوز السيراني مركب مع نماذج أخرى. أستنى لما تغلق الشمعة اللي بعد كده اللي بعد النموذج فوق ظل الشمعة التي تم ابتلاعها. بعد الإغلاق بيكون عندي تأكيد إن فعلا الانعكاس حصل، واللي من بعده أقدر على طول أدخل صفقات شراء وأنا مطمن. مثال اتنين عندي على الشرط على نموذج البريش بيلت هولد حزام الفوز البيعي أي الدببي. لاحظ معي في هذا المثال هذه المنطقة اللي عليها دايرة، عندي نموذج ابتلاعي واضح، ولكن اللي يهمني هو نموذج حزام الفوز الدببي اللي هو البريش بيلت هولد. لاحظ الشمعة اللي عليها السهم دي فتحت من مستويات جديدة أعلى من مستويات إغلاق الشمعة الخضراء السابقة لها مباشرة، وكمان أغلقت أسفل منها. مش مشكلة الإغلاق فين، المهم إنها فتحت في مستوى أعلى من إغلاق الشمعة السابقة لها. عشان كده هذا الشرط الأساسي متحقق، الشمعة طويلة حمراء لا تحتوي على ظلال سفلية أو علوية، وإذا كانت هناك ظلال فإنها متناهية في الصغر. أيضا لون هذه الشمعة حمراء مخالف للاتجاه السابق كله، وليس للون الشمعة السابقة لها فقط، أهم حاجة هذه الشمعة خالفة الاتجاه كله السابق لها. على هذا الأساس نقدر نقول إن الشروط كلها متحققة. أنا كمتداول لا أتسرع في اتخاذ القرار، أستنى أي شمعة بعدها لما تغلق أسفل من إغلاق هذه الشمعة أي أسفل إغلاق شمعة الحزام الدببي، بعد كده أتداول وأدخل صفقة بيع أو أكتر، لأن ده معناه إن الإنعكاس فعلا حدث بالفعل. مثلا عندي الإغلاق هنا في هذه المنطقة عند الشمعة رقم 4، أدخل صفقة بيع هنا وأنا مطمن. بس كمان عايزك تلاحظ أن بعد الإغلاق تم إعادة اختبار لنفس مستويات شمعة الحزام البيعي، ثم نزل السعر مباشرة من عند منطقة المقاومة اللي تم عندها الاختبار وأكمل اتجاهه إلى أسفل. مثال 3 عندي على الشرط عبارة عن اتجاه صاعد جاء في نهايته شمعة طويلة حمراء بلا ظل علوي وبظل سفلي صغير جدا، وهو ده نموذج البريش بيلت هولد. هذه الشمعة من حيث الشكل واللون هي شمعة الحزام الحاجز الدببي البيعي، حيث لونها أحمر وحيث أنها جاءت في نهاية هذا الاتجاه الصاعد، من بعدها على طول حدث انعكاس في الاتجاه. علشان تتأكد إن الانعكاس حصل بالفعل استنى أول شمعة تغلق أسفل شمعة الحزام الحاجز، هتلاقيها الشمعة الحمراء رقم 3
ادخل من بعدها على طول صفقات بيع وانت مطمن حسب التايم فريم اللي انت محدده. المثال الرابع عندي على الشارت عبارة عن نموذج بوليش بيلت هولد، شمعة زرقاء طويلة بلا ظل سفلي وبظل علوي صغيرة جدا، الزرقاء دي بدل الخضراء، وفتح الشمعة الزرقاء عند نفس مستوى إغلاق الشمعة الحمراء. هذه الشمعة جاءت في نهاية اتجاه هابط كده. نموذج البيلت هولد اللي هو الحزام الحاجز الشرائي متحقق، ممكن أدخل صفقات شراء وأنا مطمن، بس أستنى لما الانعكاس يتم بالكامل عن طريق شمعة التأكيد، الشمعة اللي هتفتح بعد أعلى من سعر غلق الشمعة السابقة. المثال الخامس والأخير عندي النهاردة على موضوع البيلت هولد لاين، ده مثال مهم جدا لأن الشرط اللي قدامي يحتوي على النموذجين معا. عندي النموذج الأول جاء في نهاية اتجاه صاعد أب ترند، جاء نموذج خط الحزام الحاجز البيعي بيرش بيلت هولد لاين، وزي ما احنا شايفين الشمعة الحمراء التي يشير إليها السهم عبارة عن شمعة حمراء طويلة بلا ظل علوي وبظل سفلي صغير جدا، أي أن أعلى سعر فيها هو سعر الفتح، جاءت في نهاية اتجاه صعودي، وده معناه أن الأسعار وصلت إلى مستويات عالية جدا، وده اللي خلى المشترين يعدلون عن الشراء ويتجهون للبيع، ويعرف هذا النمط أيضا باسم القمة المكشوفة بلاك تشيفن هيد. عشان كده ممكن من بعد تكون هذا النموذج تدخل صفقات بيع حسب الشروط اللي انت عارفها واللي اتكلمنا عنها قبل كده. على نفس الشرط عندي النموذج التاني جاء في نهاية اتجاه هابط داون ترند، جاء هذا النموذج اللي هو الحزام الحاجز الشرائي بوليش بيلت هولد لاين، وزي ما احنا شايفين الشمعة الخضراء التي يشير اليها السهم عبارة عن شمعة خضراء طويلة بلا ظل سفلي وبظل علوي صغير جدا، اي ان ادنى سعر فيها هو سعر الفتح. ظهور هذه الشمعة معناه ان الاسعار وصلت الى مستويات متدنية للغاية، وده خلى الراغبين في الشراء يدخلوا يغتنموا هذه الفرصة. عشان كده انت ممكن تدخل معاهم صفقات شراء، بس استنى لما الانعكاس يتأكد والشمعة التالية تفتح بعد سعر إغلاق الشمعة السابقة لها مباشرة. النهاردة إن شاء الله هنتكلم عن نموذج من نماذج الشموع اليابانية العاكسة للاتجاه. هذا النموذج يسمى هاي ويف، أي الموجة العالية. يتكون هذا النموذج من جسم صغير يقع تقريبا في منتصف مدى الأسعار، وذيول هذه الشموع طويلة من الطرفين، حيث يتم التداول في مدى سعري كبير جدا، وينتهي الحال بسعر إغلاق قريب نسبيا من سعر الفتح. ومن اسم هذا النموذج واضح أنه يعبر عن ارتباك شديد في السوق. مرة تكون الموجة العالية للبائعين الدببة السيلرز، ومرة أخرى تكون للمشترين الثيران البايرز، وده معناه أن كل من الثيران والدببة قد فشلا في مهمتهما، فكل منهما مضطر لشن موجة عالية في اتجاه الآخر، وينتج عن ذلك الارتباك الشديد في أسعار السوق. فتلاقي إن البائعين لم يستطع أحد منهم سحب الأسعار إلى أدنى، وكذلك المشترين لم يستطع منهم سحب الأسعار إلى أعلى. طيب المتداول يركب موجة مين، البائعين أم المشترين؟ المتداول الذكي في هذه الحالة لا يركب أي موجة، هيستنى لما يشوف الموجة دي هتنتهي على إيه، ثم بعد ذلك يدخل بالبيع أو بالشراء بعد أن يكون السعر قد استقر
وتحقق الانعكاس بالكامل، لأن زي ما احنا عارفين أن النماذج الانعكاسية لا تعكس الاتجاه مباشرة ولكنها تمهيد لهذا الانعكاس. وخد بالك من النقطة دي كويس، أن النماذج الانعكاسية عموما لا تعكس الاتجاه مباشرة بس بتكون تمهيد لهذا الانعكاس. بعد ما تستقر الأوضاع ويحدث الانعكاس بالكامل يتدخل المتداول زي ما هنشوف على الأمثلة العملية على الشرط. وعادة ما تعطي الموجة العالية الإذن بانقلاب الأسعار، فإذا كانت الموجة العالية في الأدنى فإنها مؤشر لانقلاب الأسعار إلى أعلى، وبالتالي ممكن بعد وضوح الانعكاس تدخل مع المشترين صفقات شراء، والعكس صحيح، إذا كانت الموجة العالية في الأعلى فإنها مؤشر لانقلاب الأسعار إلى أسفل، وبالتالي تقدر تدخل مع البائعين صفقات بيع، حيث أن ظهور هذه الموجة عدة جلسات تداول متتالية بعد اتجاه صعودي يعني انتهاء هذا الاتجاه وتحوله إلى اتجاه هبوطي، والعكس بالعكس، في حالة ظهور هذا الاتجاه عدة جلسات متتالية بعد اتجاه هبوطي يعني انتهاء هذا الاتجاه وتحوله إلى صعود. وإلى أن نلتقي مع نموذج آخر من نماذج الشموع اليابانية، لكم خالص تحياتي، كان معكم مستر محمد السيد السلموني، كبير معلم الرياضيات ومحلل فني وسيكولوجي في سوق المال والأعمال. وفي النهاية أذكر نفسي وإياكم بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم في أهمية التوكل على الله، قال صلى الله عليه وسلم: لو أنكم توكلتم على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة إن شاء الله موعدنا مع نموذج من نماذج الشموع اليابانية العاكسة للاتجاه، يسمى نموذج القمم والقيعان الأبراج، وينقسم إلى نمطين: تاور توب برج القمة، وتاور بوتوم برج القاعدة. ويرجع السبب في تسميته بهذا الاسم إلى أنه يشبه الأبراج، ففيه محاكاة وتقليد للطريقة المعمارية في بناء الأبراج كما هو مبين في الصورة. تقريبا الصورة والنموذج متشابهان من حيث بناء الهيكل، وهذا هو الشكل العام للنموذج اللي لازم المتداول يتعود عليه ويألفه، وخاصة أنه لا يتكون من شمعة واحدة ولكنه يتكون من عدة شموع. واضح أن أحد النمطين يشبه برج القمة تاور توب، حيث تكون قمة البرج في أعلى، والثاني برج القاعدة تاور بوتوم، وهو نفس النموذج ولكنه مقلوب حيث تكون القمة في أسفل النموذج. ما شروط تكون نموذج تاور توب برج القمة؟ أن يكون السوق في اتجاه عام صاعد حتى ولو كان قصير، وده شرط أساسي في جميع النماذج الانعكاسية للشموع اليابانية، وألا يكون في اتجاه عرضي. وكذلك نفس الشرط في نموذج تاور بوتوم برج القاعدة، أن يكون السوق في اتجاه عام هابط حتى ولو كان قصير. رقم 2، زي ما احنا شايفين يتشكل النموذج من عدة شموع عند القمة تسمى سبينينج توب، وليس هناك عدد محدد لتشكل هذا النموذج، ولكن الميزة الأساسية في هذا النموذج أن أول شمعة بتكون طويلة خضراء وآخر شمعة بتكون حمراء فيها زخم وقوة بالنسبة للشموع الأخرى اللي موجودة بينها وبين الشمعة الخضراء. رقم 3، بالنسبة للشموع الصغيرة الموجودة بين الشمعتين الخضراء الطويلة والحمراء الطويلة، هذه الشموع بتكون أحجامها متفاوتة ولكن أقل من حجم الشمعتين اللي هما موجودين بينهما، ولا يوجد معيار ثابت لهذه الشموع من حيث الحجم والشكل. رقم 4، يحكم على النموذج بالشكل العام ولا توجد خصائص محددة. يمكن الشيء الوحيد اللي احنا بنعتبره كخصائص إن أول شمعة وآخر شمعة من النموذج يكون فيهما زخم وقوة،
كما أن الشموع التي بينها بتتفاوت في الألوان والأحجام، وغالبا ما تكون عند نفس المستوى. وكما هو واضح أن النموذج يشبه تماما البرج، حيث تكون القمة في الأعلى والأجناب تمثل الشمعتين الشرائية الخضراء والبيعية الحمراء. طيب نشوف كده تطبيق عملي على هذا النموذج. عندي أهو اتجاه صاعد، لو تلاحظ عندي شمعة شرائية خضراء طويلة بولش كاندل، جاء بعدها عدة شموع مختلفة اللون والحجم، عبارة عن شموع تسمى سبينينج توب، وهي شموع حجمها صغير وغير مهم عددها كام. ثم جاء بعد ذلك شمعة طويلة حمراء ذات قوة، وهي شمعة بيعية. من بعد تكون هذا النموذج تقدر تدخل مع البائعين صفقات بيع زي ما هنشوف في المثال التالي. بالنسبة للنموذج الثاني تاور بوتوم برج القاعدة، كل ما قلناه على النموذج الأول عكسه تماما يقال هنا، حيث يتكون هذا النموذج في نهاية اتجاه هابط، يبدأ بشمعة طويلة حمراء وينتهي بشمعة طويلة خضراء، بينهما عدة شموع مختلفة اللون والحجم، لكنها شموع صغيرة مقارنة بالشمعتين الأولى والأخيرة. طيب نشوف كده تطبيق على هذا النموذج. لو جينا على الشكل اللي قدامي ده هنلاقي النموذج اتكون في نهاية اتجاه هابط، بدأ بشمعة حمراء بيعية بيرش كاندل، واستمر الهبوط حتى حصلنا على عدة شموع في القاعة مختلفة اللون والحجم، صغيرة جدا بالنسبة للشمعة الحمراء التي قبلها، وكمان بالنسبة للشمعة الشرعية الخضراء الطويلة بولش كاندل اللي جت بعد هذه الشموع. ممكن تدخل صفقات شراء بعد ذلك، بس استنى لما الانعكاس يتأكد. وبرضو بفكرك ان جميع نماذج الشموع اليابانية الانعكاسية مجرد تمهيد لعكس الاتجاه وإشارة بانعكاس الاتجاه قريبا، وأن الانعكاس لا يحدث مباشرة بمجرد ظهور هذه النماذج. تذكر هذه الملحوظة جيدا. وممكن نلخص ما سبق من خلال رسم اللي قدامي ده، حيث يوضح النموذجين معا، برج القمة تاور توب وبرج القاعدة تاور بوتوم. أهم حاجة تاخد بالك أن تحديد هذا النموذج يختلف من محلل إلى آخر، لأن الحكم هنا على النموذج بيكون من خلال الشكل العام، وده بيحتاج خبرة من المتداول وكثرة التدريب لمعرفة مدى صحة هذا النموذج. كمان برضو عايزك تاخد بالك إن النموذج ده مش بنفس القوة الإنعكاسية للنماذج السابقة مثل الهامر والهرامي والشوتينج ستار وغيرها من النماذج الإنعكاسية. النموذج ده في بعض المرونة، ولكنه يظل مؤشر للإنعكاس إلى أن يثبت الإنعكاس بالكامل. المثال الأول كتطبيق على نموذج التاور توب، لاحظ معي الشمعة الأولى الخضراء طويلة جدا فيها زخم كبير، ثم بعدها بدأ يتخذ السعر شكل البرج أو البناية زي الصورة اللي شفناها قبل كده. لو بصيت على الشكل بصورة إجمالية وبنظر عامة هتلاقيه واخد نموذج تاور توب. في نفس الوقت داخل هذا النموذج هتلاقي إن فيه نماذج مركبة، يعني لو شفت الشمعة رقم 2 عبارة عن شوتينج ستار زي ما عرفنا قبل كده في الدروس الأولى، يعني الشكل عبارة عن شوتينج ستار نجمة المساء، ممكن أتداول عليها واستفيد منها. كمان هتلاقي داخل القمة ذات الأبراج نفسها في مجموعة من الشموع الإنعكاسية، وكل ما كتر عدد الشموع الإنعكاسية داخل القمة ذات الأبراج التاور توب أو القيعان ذات الأبراج التاور بوتوم، كل ما تزيد احتمالية عكس الاتجاه بعد هذا النموذج. لاحظ كيف أن السعر صاعد، وبعد ما تشكل معانا القمة ذات الأبراج بدأ ينهار السعر بعدها مباشرة. لو حبيت أدخل صفقة بيع يفضل دخولي عند الشمعة رقم 3 عند هذا المستوى، لأن هذه الشمعة تتوفر فيها كل الشروط اللي احنا اتكلمنا عليها، وهي أن هذه الشمعة الحمراء فيها زخم وقوة تقريبا زي الشمعة الخضراء رقم 1 اللي تشكل بعدها على طول نموذج القمة ذات الأبراج التاور توب. نشوف كده مثال 2
تطبيق على نموذج التاور بوتوم على قيعان ذات الأبراج زي ما احنا شايفين كده. لو تلاحظ أول شمعة حمراء رقم واحد حصل فيها زخم وقوة كبيرة، بعدها أتت مجموعة من الشموع الصغيرة، والشمعة الأخيرة رقم اثنين الخضراء مشابهة للشمعة الأولى رقم واحد اللي جت في بداية النموذج، مشابهة لها من حيث الزخم وعكسها من حيث اللون والاتجاه. طبعا أهم حاجة إن الشموع الصغيرة تأتي مرصوصة جنب بعضها ولا تحتوي على أي فجوات زي ما هو باين قدامي على الشرط. لو حبينا نشوف النموذج الموجود في هذه المنطقة هتلاقي هيطلع معايا على طول هذا الشكل، وهو ما يعبر عنه بنموذج القيعان ذات الأبراج التاور بوتوم. داخل هذا القاع نفسه هتلاقي موجود عندنا نماذج انعكاسية من الشموع اليابانية. ممكن تبص للشمعة الحمراء دي على أنها مطرقة في هذه المنطقة، وكمان ممكن تنظر إليها على أنها قاع ملقاة في هذه المنطقة. وكل ما يكون عندك عدد كبير من النماذج المركبة كل ما يزيد احتمالية عكس الأسعار للأعلى. نقطة دخولنا بتكون من هذا المستوى، ولو تلاحظ بالنسبة لهذا النموذج مسافته قصيرة إلى حد ما، يعني المسافة بين الشمعة الخضراء الطويلة والحمراء الطويلة بتكون إلى حد ما قصيرة وليست طويلة. المثال الثالث والأخير على القيعان ذات الأبراج تاور بوتوم، وإحنا دايما بنحاول نحقق الشروط ولا نحفظ الأشكال. لو حبينا نطبق الشروط اللازمة عندي هنا هتلاقي اتجاه هابط، ثم أبدأ أنظر إلى الأماكن اللي ممكن يتكون فيها هذا النموذج. في هذه المنطقة لو تاخد بالك هتلاقي عندي فعلا ما يشبه التاور بوتوم، ودايما هتلاقي شمعة طويلة حمراء وأخرى طويلة خضراء يقع بينهما مجموعة من الشموع الانعكاسية ذات الحجوم الصغيرة، وكلما كثرت هذه الشموع كل ما زادت احتمالية الانعكاس. لو حبينا ندخل صفقات شراء فدخولنا هيكون من هذه الشمعة. لو تلاحظ داخل نطاق هذا النموذج موجود شمعة المطرقة المقلوبة في هذه المنطقة، وهذه كلها طبعا شموع انعكاسية تحمل دلالات كبيرة لعكس الاتجاه. النهاردة ان شاء الله هنتكلم عن نموذج من نماذج الشموع اليابانية العاكسة للاتجاه. هذا النموذج هو تويزرز اللي هو الملقاط، ويسمى بهذا الاسم لأنه يشبه الملقاط. في الحالة العامة يتكون هذا النموذج من شمعتين أو أكثر، إذا تساوت الظلال العليا للشمعتين في المستوى نحصل على نموذج تويزر توب، وإذا تساوت الظلال السفلى للشمعتين في المستوى نحصل على نموذج تويزرز بوتوم. بعد كده ممكن يجي النموذج ده في أشكال مركبة مع غيره من الشموع مثل دارك كلاود أو الشوتينج ستار أو الهانجينج مان أو هرامي إلى آخره من الشموع التي تكون عاكسة للاتجاه. ودلوقتي هناخد مثال عام على نموذج تويزرز توب المركب مع غيره من الشموع الأخرى في شكل إيه؟ قمة ملقاط مركب مع سحب ركامية تويزرز مع دارك كلاود. بس الدارك كلاود ليس شكل مثالي، لأن الشكل المثالي المفروض إن الشمعة الثانية الحمراء سعر فتحها يكون أعلى من سعر فتح الشمعة الخضراء، وتنزل إلى أقل من 50% من جسم الشمعة الخضراء، وده ما حصلش عندي، عشان كده قلنا عليه إنه غير مثالي. لكن لو لاحظت إن النموذج ده اتكون في نهاية اتجاه صاعد، في هذه الحالة أتعامل مع النموذج ده على إنه تويزرز، على أساس إن الظلال العليا للشمعتين متساوية، وهذا هو المعيار أن الظلال متساوية من أعلى، وأدخل في صفقة بيع بعد تكون هذا النموذج، لأن الاتجاه المتوقع بعد ذلك هو الهبوط. في شكل بي عبارة عن تويزر توب مع شوتينج ستار، لاحظ أن الظلان متساويان من أعلى، وتكون النموذج بعد اتجاه صاعد، يعني ممكن تدخل صفقة بيع لأن الاتجاه المتوقع هو انعكاس السعر الأسفل. طيب
هل كان من الممكن أدخل على أساس إن ده نموذج شهاب؟ ممكن، بس هيكون غير مثالي، لأن شمعة الشهاب أغلقت تقريبا عند نفس مستوى الشمعة السابقة. إذن يكون التداول على أساس نموذج تويزر ستوب، لأن الأصل في الشوتينج ستار أن يكون آخر ظله في هذا المكان. ودلوقتي أنا نموذج تويزر ستوب واضح عندي، لأن الذيول تساوت في المستوى من أعلى. الشكل سي عندي قمة ملقاط تويزر ستوب ورجل مشنوق هانجينج مان واتجاه صاعد. بإمكاني انتظار شمعة التأكيد الثالثة وأتداول بعدها على أساس نموذج هانجينج مان، أو إن أنا أتداول على أساس نموذج تويزر ستوب، وبكده هيبقى النموذجين بيأكدوا بعض عندي وبيأكدوا حدوث الانعكاس في السعر. لو لاحظت هتلاقي أن الذيول العلوية لكلا الشمعتين متساوية، عشان كده كل معايير التويزر متوفرة، تويزر ستوب طبعا، اتجاه صاعد في نهايته شمعتين مختلفتان في اللون تساوى مستوى ظلالهما العلوية، عشان كده ممكن تدخل صفقات بيع بالشروط اللي احنا اتكلمنا عليها قبل كده واللي لسه هنوضحها في الأمثلة التالية. الشكل دي عندي على نموذج تويزر مع المرأة الحامل هرامي كروس. عندي الشمعة الأولى طويلة ولونها أخضر، والشمعة اللي جت بعدها على شكل دوجي ظلها العلوي طويل بيقولوا عليها ليجي الدوجي، ومستوى هذا الظل، خد بالك من المعلومة دي، ومستوى هذا الظل العلوي يساوي تقريبا نفس مستوى الشمعة التي قبلها والاتجاه صاعد، عشان كده أقدر أقول إن ده نموذج تويزر ستوب اللي من بعده على طول سوف يحدث الانعكاس إلى أسفل. عندي بعد كده مثال عام على نموذج تويزر بوتوم المركب مع غيره من الشموع الأخرى. شكل إيه؟ نموذج تويزر بوتوم وثاقب الحلى، عبارة عن شمعتين فيهما الظلال متساوية، والنموذج متكون بعد اتجاه هابط. إذن ده نموذج تويزر بوتوم لتساوي الذيول السفلية، ويكون الاتجاه المتوقع بعد ذلك هو الصعود وتدخل المشترين بالشراء. في شكل بي عندي نموذج مكون من شمعتين، ممكن أبصله على إنه حرامي أو مطرقة، ولكن لو نظرت إليه على أنه تويزر بوتوم تكون في اتجاه هابط فيه شمعتين، الأولى والثانية تساوت الذيول السفلية لهما. لو جيت أتداول على إنه المطرقة، فأنا محتاج أستنى الشمعة الثالثة تغلق فوق مستويات ذيول شمعة المطرقة. ولو تداولت عليه على إنه تويزر بوتوم، ماشي مفيش مشكلة، على أساس إن الذيول السفلية لكلا الشمعتين تساوت، كل الحالات هيكون احتمالية انعكاس الاتجاه واضحة. سي عبارة عن قاع ملقاط تويزر بوتوم ومطرقة مقلوبة انفيرتد هامر، أنا هبصله على أساس إنه تويزر بوتوم، الظلال السفلية عندي للشمعتين متساوية المستوى على طول، يبقى ده هو نموذج تويزر بوتوم. يبقى كده عندي شكلين يؤكدان انعكاس الاتجاه بصفة أكيدة، الانفيرتد هامر والتويزر بوتوم. وبندخل بعد الشمعة التالتة ما تغلق أعلى من ذيل شمعة انفيرتد هامر. دي عبارة عن نموذج هرامي جاء بعد اتجاه هابط مركب مع تويزر بوتوم، هنلاحظ ظل شمعة الهرامي في نفس مستوى ظل شمعة التويزر. يبقى كده الانعكاس على وشك الحدوث لوجود نموذجان يؤكدان أن ذلك على وشك. والآن مع تطبيق عملي على هذا النموذج، هذا التطبيق يتكون من 4 أمثلة على نفس الشرط. رقم 1 عندي اتجاه صاعد تكون في نهايته نموذج تويزر توب، عبارة عن نموذج مكون من شمعتين مختلفتين في النوع، الأولى خضراء والثانية حمراء. ممكن أتداول على إن النموذج ده انجالفينج باترن، الشمعة الحمراء ابتلعت داخلها الشمعة الخضراء، بس اللي يأكد الانعكاس أكتر وجود تويزر توب. هتلاقي إن ظلال الشمعتين الحمراء الطويلة والخضراء متساوية، يعني الظلال عند نفس المستوى العلوي،
عشان كده ممكن تدخل صفقات بيع من بعد تكون هذا النموذج، ويفضل التداول بعد الشمعة الثالثة ما تقفل أسفل مستوى الشمعة الخضراء. رقم 2، عندي اتجاه هابط، والشكل المستطيل الذي بداخله 4 شمعات ده عبارة عن نموذج تويزرز بوتوم، وده نموذج قوي جدا يؤكد انعكاس الاتجاه لأعلى بعد تكونه. هتلاقي جميع مستويات الشموع السفلية متساوية. اللي يهمني مستوى ذيل الشمعة الخضراء الأولى والشمعة اللي جت بعدها، والذيول كلها واقعة في مستوى واحد. ممكن تدخل صفقات شراء، بس استنى بعد اكتمال النموذج، وادخل بعد غلق الشمعة اللي بتيجي بعد النموذج ده كله أعلى من مستوى الشمعة الخضراء الأولى. رقم 3، اتكون عندي نموذج تويزر ثوب، هتلاقي شمعة خضراء جد بعدها شمعة حمراء، مستوى الظلال العلوية متساوية، عشان كده انعكس الاتجاه بعد كده لأسفل. ممكن تدخل مع البائعين صفقات بيع بالشروط اللي اتكلمنا قبل كده عنها. رقم 4، نفس النموذج عندي تويزرز بوتوم زي ما حصل عندي بالظبط في رقم 2، نفس الكلام ممكن نقوله على رقم 4. ودلوقتي يلا بينا نشوف أمثلة عملية على الشرط. عندي مثال واحد، لو نلاحظ مع بعض في هذه المنطقة اللي فيها شكل بيضاوي عندي فيها كذا شمعة. طيب يا ترى هتداول فيها على أساس إنها مورنينج ستار ولا دوجي؟ طيب أنا اللي يهمني هو الشمعتين الأولى والثالثة. الشمعة اللي في النص دي مفيش مشكلة فيها، الشمعة الأولى والثالثة موجودتان في نفس المنطقة، أي نعم هما مش متتاليتان مفيش مشكلة. أهم حاجة عندي إن الظلال وصلت لنفس المستوى بالظبط وتكونا في نهاية اتجاه هابط، يبقى على طول أحكم على النموذج ده على إنه تويزرز بوتوم. أكيد من بعد كده هذا النموذج سوف ينعكس الاتجاه لأعلى نظرا لتدخل المشترين بالشراء. واللي أكد لي إن النموذج ده تفعل هتلاقي إن سعر الشمعة الخضراء رقم 2 يغلق أعلى من ذيل الشمعة الحمراء، أي أعلى من ظل قاع الملقات. يعني لا أعتمد على أول شمعة ولا تاني شمعة، أتدخل ابتداء من الشمعة الخضراء الثالثة صفقات شراء، وأنا مطمن إن دي صفقة رابحة إن شاء الله. وبرضو لو لاحظت على نفس الشرط نموذج ابتلاعي ثيراني انجالفينج باترن، الشمعة الخضراء اللي عليها دايرة ابتلعت شمعة الدوجي اللي قبلها مباشرة، مما يؤكد أن الانعكاس على وشك الحدوث والارتفاع لأعلى. مثال 2، في المثال اللي قدامي ده هتلاقي إن النموذج ده اتشكل من أكتر من شمعة، وإحنا قلنا قبل كده إن ممكن نموذج التويزرز يتشكل من أكتر من شمعة، وغير مهم عدد الشموع اللي بيتكون منها النموذج ما دام الشروط محققة. لو لاحظت هتلاقي أن الظلال العلوية كلها عند نفس المستوى بالظبط، فهذه كلها مع بعض عبارة عن قمة ملقات، ولو ممكن تبص لها على أنها منطقة عرضية ممكن، ولكنها قمة ملقات ويزرز توب، يبقى على هذا الأساس هيحصل عندي انعكاس وليس استمرار، وبالتالي أنا مش هتعامل معها على أنها منطقة عرضية، ولكن هتعامل معها على أنها منطقة انعكاسية. هتلاقي قمة الملقات هذه اتكونت بعد اتجاه صاعد، ولو ركزت داخل الشموع داخل النموذج نفسه هتلاقي فيه شوتينج ستار نجمة مساء في هذه المنطقة، حتى لو مش مثالية بنسبة 100%، لكن يتبقى نموذج النجمة يقوي فاعلية نموذج قمة الملقات في هذه المنطقة، وده بيديني احتمالية كبيرة جدا للانعكاس لأسفل. كمان آخر حاجة، على نفس الشكل المنطقة اللي تحت دي برضو تشكل عندي قاع ملقات تويزرز بوتوم، عندي الشمعة الأولى حمراء فردية والشمعة الأخيرة فردية، هتلاقي أن مستويات الذيول كلها متساوية، عشان كده قلت عليها قاع ملقات.
أطبق عليها كل شروط التداول اللي أنا ممكن أتداول بيها على أساس أنها تويزر زبطهم. وبذلك نكون قد انتهينا من المحاضرات المجمعة من 1 إلى 19 الخاصة بالمستوى الأول لهذا الكورس، وإلى أن نلتقي مع المستوى الثاني ومحاضراته المجمعة من 20 إلى 41، لكم خالص تحياتي. كان معكم مستر محمد السيد السلموني، كبير معلمي الرياضيات والإحصاء ومحلل فني وسيكولوجي في سوق المال والأعمال. وأذكر نفسي وإياكم بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم في وجوب التوكل على الله، قال صلى الله عليه وسلم: لو أنكم توكلتم على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.